طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين. اليوم الأربعاء 8 يوليو 2020، يسعدنا ويشرفنا إنه يكون عندنا سلسلة اسمها تربية الطفل لمبادرة الباحثين السودانيين بالتعاون مع مركز آمنة لتدريب الأسرة والطفل. المركز يعني بتقوم عليه الأستاذة إيثار صلاح التاي، هي شاركت معنا قبل كده في جلسة كان لها علاقة بالسلوك تقويم الطلاب في المدارس، قدمتها ساجدة محمد الفاتح. اليوم إن شاء الله في الجلسة دي، وهي الأولى من الجزء الأول من سلسلة تربية الطفل، هيكون عنوان التربية والمجتمع. بتشارك فيها الأستاذة إيمان محمود من كيغالي رواندا، دكتور أماني محمود أمين من بريستول في إنجلترا، وأستاذة إيثار صلاح التاي من الخرطوم في السودان. تغيبت عن الجلسة لظروف قاهرة الدكتورة طمادور الحسن في نيوكاسل. فهنبدأ الجلسة بتاعتنا إن شاء الله. ابتدر النقاش الدكتورة أماني أمين، وإيثار عندها مقدمة قبل ما تبدأ. دكتورة أماني، تفضل يا إيثار. طيب، السلام عليكم ورحمة الله، كل الناس اللي شايفيننا وكل الناس المتابعيننا في مجموعة الباحثين السودانيين. أنا بشكركم شديد أول حاجة طبعا للتعاون مع مركز آمنة لتدريب الأسرة والطفل، وبشكر الفرصة بتاعت السلسلة بتاعت تربية الأطفال. بشكر الليلة معانا إيمان ودكتورة أماني جدا، ونقول لدكتورة طماطم كنا بنتمنى تكوني معانا. فكرتنا بتاعت السلسلة إنه عايزين نقدم مواضيع مختلفة لها علاقة بالتربية. حنبتدي بإذن الله الليلة وعايزين نتكلم عن التربية والمجتمع. فكرتنا من يوم الليلة إنه عايزين نشوف هل فعلاً التربية بتأثر في المجتمع، وده حيكون تعكسه لنا دكتورة أماني إن شاء الله. وعايزين نشوف هل المجتمع بيأثر على التربية بتاعت الأطفال، وده حتكلم عنه أنا بصورة مبسطة بالنيابة عن دكتورة تماضر. حنتكلم شوية على إنه كيف التربية برضو بتأثر نفسياً في الطفل. وأخيراً حتكون معانا إيمان، حتحكي لنا تجربتها كأم وكيف المجتمع غير لها أو أثر في طريقة التربية بتاعتهم. بتمنى تكون حلقتنا الليلة حلوة ومفيدة مع بعض، وجلستنا تكون حلوة، وشكراً لكل اللي بتابعونا الليلة. نبتدي بدكتورة أماني، تفضل. السلام عليكم جميعا، وأشكر حضوركم، ويعني أتمنى إنه تقضي لنا ساعة وساعة ونص، يعني يكونوا ممتعات ومثمرات في نفس الوقت. يعني أشكر مشاركتكم برضو، وأشكر منظمة مجموعة الباحثين السودانيز ريسيرش، والجمعية برضو مركز الأمومة والطفولة الآمنة للأمومة والطفولة برضو على دعوتهم لنا. والموضوع طبعا يعني أنا سعيدة إنه أكون يعني شارك في برنامج بخصوص التوعية بخصوص التربية، وكونه أكون يعني أول مقدمين للبرنامج ده في حلقته الأولى، ده بي يعني بيخد على كهني كده عبء شوية، لكن يعني احتمال اهتمامي بالموضوع يديني الشرف ده، يعني لأنه حقيقي الموضوع في حد ذاته هو موضوع مهم جدا. يعني التربية هي يعني كانت وما زالت محط اهتمام الإنسان عموما، يعني منذ الأزل. وفي الوقت الحالي يعني أصبحت التربية ذات أهمية أكبر، وأخذت يمكن شكل يعني فيه مزيد من يعني أخذت أهمية كبيرة جدا، من حيث إنه التربية يعني حقيقي بدأت تاخد الشكل الأكثر علمية، بعد ما كانت فيها يعني درجة من العفوية، وهي كانت عبارة عن تطبيع لمجتمع لأبنائه، ونقل يعني موروث ثقافي من جيل إلى جيل،
بطريقه تعتمد على الـ على الـ على الموديل المحاكاه او وطرق يعني تعليم شبه يعني عمليه للحياه. يعني الصوره اللي ممكن انا بحاول اصورها لكم دي زي طبيعه المجتمعات الشبه بدائيه او المجتمعات الرعويه، المجتمعات ما فيها ما معقده. فحاليا المجتمعات طبيعتها بقت مجتمعات معقده، الاكسبكتيشن والتوقعات من التربيه ذاتها اختلفت، ما بقت عباره عن تطبيع لمجتمع لافراد في افراد المجتمع الجيل البعد والبعد، لا المسألة بقت أكبر من كده بكثير. المسألة بقت إنه التربية يعني بالإضافة لأهداف الأساسية اللي إحنا ممكن اختلاف من نلقاها مختلفة من مجتمع لمجتمع طبعا بطبيعة اختلاف المجتمعات، لكن فيها يعني المجتمعات دي كلها قد تجتمع مثلا على 5 أهداف. نقول كلنا مدركين 5 أهداف دي، لكن أنا ممكن أذكركم بها. الحتة الأولى، الهدف الأول في إنه ننشئ لنا إنسان مواطن صالح، لأن وبعدين المواطن الصالح ده كهدف تاني لازم نركز على البيرسوناليتي بتاعته، الشخصية بتاعته، بإنه هو يكون شخصية متكاملة الأبعاد، نفسية، عقلية، جسدية. التكامل ده بقى وبالذات بيحتمد برضو، بنرجعه برضو للثقافة بتاعت المجتمع في إنه الإنسان الكامل ده طبيعة فكرته شنو، يعني تكوينته شنو والحيثيات بتاعته. الحاجة الثانية برضو بالنسبة للأهداف ممكن تكون هي يعني بتعتمد على أهمية إنه يعني يحصل التكيف للفرد في الحياة، لأنه إحنا بنتكلم طبعاً التربية هي موجهة للأفراد ومين للأطفال، يعني من مرحلة وإن كانت هي عملية مستمرة ما عندها علاقة بالعمر، لكن طبعاً إحنا لما نتكلم عن تنشئة الأطفال بشكل خاص هم الأطفال طبعاً يعني بحاجة للتوجيه عشان يحصل لهم نوع من التكيف مع البيئة بتاعتهم، تكيف مع الظروف الطبيعية عموماً، ودي جوهرية كهدف في التربية أكيد. وكذلك الهدف الثاني اللي بيساعد الشخص على التكيف وبيساعد المجتمع إنه إحنا ننتج لنا يعني نربي لنا الشخص ممكن يكون عضو منتج في المجتمع. عشان كده بنعلمه السكيلز، بنعلمه السكيلز، بنعلمه كيف المهارات مختلفة، ويعني عشان هو يقدر يعني تسرفايف في الحياة ويقدر يطور المجتمع وينميه والعجلة الاقتصاد تدور يعني من خلال طبعا الأفراد دفنت لما في الشكل. دي الأهداف البسيطة اللي احنا ممكن نقول إنها كل المجتمعات ممكن تجمع عليها. عشان كده لما تجي تساق فلسفة معينة لمجتمع معين، وهنا أنا لما أقول مجتمع يعني مصطلح المجتمع ده مصطلح ما عايز أقول فضفاض، لكن فيه المعنى البسيط في إنه تجمع من أفراد بوحد ممكن هدف واحد، وممكن يكون التجمع ده تجمع جغرافي عشان كده، أو مثلا زي ما نقول مجتمع السوداني باعتبار أنه بيجمعنا مكان جغرافي واحد مثلا، أو مجتمع مثلا ذو ثقافة معينة، ممكن نقول مجتمع الإسلامي، ممكن نقول المجتمع الغربي باعتبار أنه برضو ثقافة معينة وبرضو جغرافيا موقع جغرافي، أو ممكن يكون مجتمع مثلا عندنا مجتمعات تختلف حتى في الإطار الحرف والمهن، في مجتمع النجارين، مجتمع المزارعين وتفهم. لكن المجتمع وحاليا عندنا مجتمع بيقى مهم جدا اللي هو المجتمع العالم، المجتمع الافتراضي اللي احنا حس عايشين فيه قاعدين فيه وحسي في اللايف ده. المسألة المجتمعات دي باختلاف أشكالها في الوقت الحالي أنا حركز أكثر على طبيعة المجتمع، مجتمع الدولة. وبصراحة أنا في اللايف ده حريصة جدا على إنه يكون الحديث عن
مجتمع الدولة عشان أقدر أعمل لينك واضح ما بين السودان والأوضاع اللي إحنا عايشينها ما بين التربية، في حديثي عن موضوع تأثير التربية في المجتمع. فالمسألة حالياً أنا الحاجة اللي عايزة أقولها إنه المجتمعات، أنا قلت لكم المجتمعات بتختلف، لكن كل مجتمع بيصيغ التربية بتاعته بناء على أهدافه الخاصة بناء على احتياجات المجتمع نفسه، ودي حاجة مهمة جدا يا جماعة. لما تصاغ الأهداف، أو نقولها بلغة أكثر وضوحا، لما تصاغ فلسفة التربوية في مجتمع ما، في بلد ما، لابد إنها تكون مؤسسة على شنو؟ على احتياجات، على حاجات البلد. حاجات البلد باعتبار إنها هي إذا هي في حاجات اقتصادية، في حاجات لتعديل بعض البنى الاجتماعية، في حاجات عندها بتعتمد إذا بلد زراعي زينا معناه لازم تدرس سياسة بتدفع للإنتاج الزراعي، في التعليم، حتى الأطفال أنفسهم في البيت نحببهم في الزراعة وننشئ فيهم الحب المسألة دي حسب الحاجة بتاعت المجتمع. كذلك الاستمرارية العرف، يعني إحنا دائما حريصين، البني آدم بطبعه بحب يحس بأنه في امتداد له في الأجيال، في أجيال الجاية وفي أبنائه. فأي مجتمع بحكم الطبيعة المحافظة على البقاء بيحاول يباصي أو يطبع الأجيال بتاعه بأكيد طبعا بالعقائد بتاعته، بالعادات بتاعته، بثقافاته. فكل الأشياء دي إحنا بنحاول نوصلها للجيل بتاعنا القادم ده. والتربية هي بتقوم على إنه إحنا بنحاول نباصي الأشياء دي، وفي نفس الوقت وأنا بتكلم هنا عن التربية السليمة طبعاً، في نفس الوقت بنحاول نصلح، هي عملية إصلاح لبعض الخلل أو بعض المشكليات اللي بتكون موجودة عندنا، سواء كان في عاداتنا، في تقاليدنا. وكلنا عارفين إنه أي مجتمع بتكون فيه إشكاليات اجتماعية أو إشكاليات سياسية أو whatever، ودي حتة مهمة جدا إنه نتكلم عن موضوع التغيير، لأنه التغيير هو الإصلاح. فأرجع لكلامي الأول في إنه أنا هتكلم عن علاقة من تأثير المجتمع، تأثير التربية على المجتمع، وأقول إنه هل التربية كفيلة بإنها هي تغير لي مجتمع؟ كلنا بنقدر نفهم إنه من مقدمة القتلة دي، ودي حاجة طبيعية، إنه المجتمع بأثر على التربية ما في شك. كيف التربية استطاعت إنها هي تأثر على المجتمع؟ أوكي؟ التربية في تأثيرها على المجتمع في اختلافات طبعاً. في ناس بيقول إنه والله التربية ما ممكن تأثر على المجتمع طالما إنها هي إنعكاس للمجتمع. في رأي تاني بيقول لا، التربية ممكن تغير المجتمع وهي العنصر الأساسي في التغيير. في رأي وسط بيقول لا، ممكن التربية تغير، لكن هي حتغير في وجود عوامل مادية أخرى. أوكي؟ أنا هنا ما عايزة أقعد أرجح آراء معينة ولا حسي إحنا في إطار بتاع دجل، سوري مش دجل في إطار بتاع جدل، لكن أنا عايزة أقيف النقطة إنه، ودي قناعة راسخة عندي تماماً، إنه التربية عنصر أساسي وركيزة أساسية في التغيير، في التغيير الاجتماعي. كويس؟ وأكون أكثر وضوح في التغيير السياسي، وفي تغيير الأوضاع الاقتصادية. كويس؟ وفي كل معالم الحياة الإنسانية التربية لها دور أساسي جدا في عملية التغيير. طيب أسألوني كيف؟ المسألة بتاعت التربية دي إذا قامت بأسس علمية سليمة، باعتبار إنه عندنا يكون فلسفة تربوية لمؤسسات تربوية، وهنا أنا أحترف جدا بدور الأسرة ودورها جوهري. الأسرة دي ما هي عبارة عن اليونت الأولى بتاعت المجتمع، البرايمري يونت الأولى. كويس؟ فبالتالي هي يعني هي مهمة جدا.
لكن في الزمن زمن المعقد اللي احنا عايشين فيه ده، بمعنى التعقيد هنا مش في انه المشكل يعني، لكن بمعنى انه الزمن كل ما كانت العالم فيه زمن حضارات بتكون الأولويات والأشياء متداخلة فيما بعض، والاهتمامات والإكسبكتيشن من التربية عالي. فالمهم النقطة اللي أنا عايزة أصليها إنه التربية بتصبح شغل مؤسسي، مؤسسات، ما 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 كل أسرة حتربي بمعزل عن المؤسسات التربوية، ولازم يكون يا جماعة في تعاون جدا ما بين الأعضاء المؤسسات التربوية دي كلها عشان العملية تتم بنجاح. يعني ببساطة كده، لو إحنا بنفتكر إنه العناصر الأساسية في التربية الأسرة المدرسة كأساسي، لو ما حصل التعاون ده المسألة ما بتنجح نهائي. والأهم من كده إنه من البداية يحصل يكون في فلسفة شاملة كاملة، يعني موضوع على يد خبراء في كافة المجالات، وبالذات مجالات العلوم الإنسانية بأكملها، يعني بحيث إنها هي حتضع لي شنو؟ حتضع لي أولاً أهداف. الأهداف الكبيرة اللي أنا كنت بتكلم عنها دي هي دي الأهداف العامة. في أهداف تانية عندها علاقة بشنو قلنا، باحتياجات المجتمع. الأهداف دي بتتحول لغايات بتتحقق بوسائل معينة، وسائل عندها إمكانية إنها هي شنو تابلايت وتكون عمليه، وسائل عمليه بتناسب المجتمع نفسه. يعني احنا والحاجه اللي انا دايره اقولها انه العمليه بتاعت التغيير دي هي عمليه داخليه، ما ينفع نجيب حاجه مستورده من برا. وده بخط كويشن انا دايره بس اطرحه، ما عايزه اتكلم عنه نهائي، في انه هل ينفع انه احنا نجيب صيغ مستورده، بمعنى بعض المناهج المستورده. وده بيجي الكويشن منه في انه هل المدارس الخاصه والمناهج اللي بتدرسها لاولادنا بتناسب معانا في السودان ولا بتناسب. انا ما عايزه اتكلم في الموضوع ده نهائي حس، لكن عايزه بس شنو الناس يعني شويه كده تفكر فيه. الحاجه اللي عايزه اقولها هنا، السيستم النظام الفلسفه الشامله في التربيه دي كويس، اذا قدر ليها انها هي نجحت في كل أبعاده، وده ده اللي ماشيين عليه هنا. حتى احنا مثلا لو رجعنا للمواثيق اللي ماشي عليها عندنا حتى في وزارة التربية ولا كده في السودان، بتلقى الأهداف دي موجودة، لكن بيكون في خلل، سواء كان أولا في الأهداف، ممكن يكون الأهداف دي هي حصل ميكس بينه وبين الوسائل، أو الأهداف دي ما كانت أهداف شاملة. وبالمناسبة التربية ما لم تتم على إنها هي عملية متكاملة، يعني حتى مثلا فور اكزامبل مش منظومة القيم، تعليم القيم والأخلاق للفرد دي حاجة أساسية. لو في كان خلل حبة كده في المنظومة، يعني أنت ركزت على جانب وخليت جانب، بيحصل خلل في الشخصية. وأنا أفتكر بعدين أستاذة إيسار عندها المقدرة إنها توصل لكم الحاجة دي، لكن أنا حديكم مثل بسيط فيها. إنه لو كان الإنسان إحنا عندنا الفضائل معينة مثلا أو قيم معينة، يعني قد نكون بيركز على جزء وجزء ما نركز عليه. عندنا القيمة تحت العفة والأمانة، العفة بنركز جدا في مجتمعاتنا الشرقية على العفة الطهارة والأخلاقية والكذا. وعندنا مس ليدنج، على خلاها كده يعني عندها مشكل في حتة شنو القروش المال العام والدقة في الحاجات دي. ما عايزة طبعا اتهم، احنا ناس الحمد لله عقيدتنا يعني بتدعونا للعفة من الناحية دي، لكن تقبل المجتمع، انا بوازن ليك تقبل المجتمع للقيمة، يعني تقييم للقيمة بتاعت العفة الطهارة اعلى من القيمة بتاعت العفة المالية دي والمال العام وكده. ودي حاجة يعني للأسف ما بنقدر ننكرها، ما كل الناس، لكن يعني مقارنة بقارن بين شيئين. ده أنا كده بوري، يعني بحاول أوضح لكم شنو الفكرة بتاعت إنه لما يكون القيم دي كلها ما كانت متكاملة،
ستيل بيكون في خلل في الشخصيه. طيب عشان كده عايزين احنا عايزين فلسفه متكامله. نرجع لموضوعنا في التغيير، لو قدر ربنا يعني قدر، فانا كنت بقول لكم انه في السودان عندنا مشاكل في انه مرات اللي بيكون الهدف بيكون ميكس بينه وبين الـ بين الـ بين الوسائل وخط الوسائل في هناك. يعني ده الكلام اللي انا بقوله بناء على اني طلعت على بعض الحاجات البنود اللي كانوا حاطينها وكده، او بتكون الاهداف الوسائل الخاتينة ما بتناسب مع الإمكانيات اللي عندنا في السودان، أو وسائل ما بتناسبنا إحنا لأنها بتكون فاشية من الاستيراد استوردنا من برا، أو إنها موجهة لحاجات معينة أهداف معينة وفيها إخفاق. يعني مثلا في 1990 كان في اجتماع والبنود اللي توضعت الأهداف، الأهداف فيها أهداف مهمة جدا اللي هي مثلا ما في أي توجيه للأهداف اللي بتدعو للجانب بتاع إحياء القيم الإنسانية وبتركز على القيم الروحية أكثر من القيم الإنسانية، ودي حاجة مهمة جدا. التنمية الشخصية والكمال الشخصية والشخصية فيها كان خلق، يعني في ده نموذج، يعني كان في خلل في المشكلة دي في الأهداف دي، بالإضافة لأنه في تكرار في الحاجات وكذا في الأهداف المعينة بكلها بتكون بتكون لما تكون في خلل في الأهداف فبعد ذلك بتحصل الضغوطة تحت بتكون معنا ما 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 هيكون التطبيق والآليات ما هتكون سليمة دفنت لي يعني. وده بيحكس لنا المشاكل كانت كيف يعني في المؤسسات التربوية بذات التعليم، ليه يعني في خلل كان كبير. لو فرضنا انه احنا قدرنا نحقق الحاجه دي وعملنا لنا فلسفه ما شاء الله، يعني فلسفه تربويه ممتازه، وكان في درجه من التعاون وما بين المؤسسات التربويه المختلفه دي، التربيه اذا فرضنا انها هي بتخلق، وانا مقتنعه انها بتعمل تاثير، لو جينا مثلا في اوضاع زي اوضاعنا في السودان وقلنا انه احنا عايزين نغير بالله البلد دي من خلال مدخل التربيه، اي زول حيجي يقول لي تربيه انت بتتكلمي عن اوضاع اقتصاديه تعبانه جدا. طيب يا جماعه، اذا هحول السؤال بشكل ثاني، هل التربيه بتقدر تعمل لي تطور اقتصادي في البلد؟ انا هقول لكم التربيه نظريا نعم تقدر إنها هي تعمل لي تطور لاقتصاد البلد ببساطة شديدة، لأنه الاقتصاد الحالي اقتصاد العالم المعاصر الآن ما هو اقتصاد رأس مال فقط، الاقتصاد العالم الحالي هو معتمد على المعرفة ما في شك، معتمد على المعلومة، ومعتمد على أهم حاجة اللي هي شنو الثروة البشرية، وهنا إحنا دخلنا في حتة شنو ده كله داخل لنا في حتة شنو في حتة الشغل بتاع المؤسسات التربوية كويس، فوجود ثروة بشرية والمعرفة والمعلومة يا جماعة بقت مهمة جدا جدا، ريسيرش واحد ممكن يغير دخل يعني يساعد جدا في اقتصاد دولة كاملة، ريسيرش واحد ناجح كويس. ففي المسألة دي أصبحت في الوقت الحالي عندها أهميتها، بخلاف ذلك في نقطة مهمة جدا يا جماعة، والعالم كله أدرك لأهمية أهمية التربية والتعليم، ومنذ يعني أواخر الستينات في القرن العشرين بدأ في استثمار عديل اسمه Education Investment، ده كده بقى إيه الدول كانت فقيرة تعبانة معدمة مشاكل حربية أو محتلينهم زي ناس كوريا، ومعظم الدول بالذات دول شمال اسمه إيه شرقي ورؤوس اللهم صل وسلم ناس التنين الدول اسمه جنوب شرق أنا طاير لي بس التنين دول اسمه شنو نعم جنوب شرق آسيا جنوب آية اسمها شو قلت جنوب دول جنوب شرق آسيا جزاك الله خير، دول جنوب شرق آسيا دي ما أنقذت نفسها إلا بالتعليم،
وجهوا كل الاتجاه بتاعهم، وكانوا دي درجه من الوعي ذاته. الاستراتيجيه بتاعتهم كانت في درجه الوعي انه التعليم اتجهوا لانه وسعوا مساحه التعليم، فرضوا التعليم اللي اسمه ايه ده، التعليم الالزامي، وبالذات في السنين الاولى في اعمار الاطفال طبعا. عشان وبعدين يعني الحاجه بعد ذاك بقى الانفستمنت في البلد دي، في البلدان دي بيمشي ايزي طبعا، لانه انت لما تتعامل اي 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 مستثمر او اي حتى اي مشروع، خليك من المستثمرين، اي مشروع اي مشروع للتطوير والتنميه، حتى المشاريع والمنظمات اللي بتقدم لنا عون بتلقى عراقيل كبيره جدا في دول العالم الثالث. ليه؟ لانه المستوى التعليم تعبان، او خلينا نقول بشكل اكثر، في مشاكل في البنيه الاجتماعيه في المجتمعات دي، بتعرقل اي تطور اقتصادي، ودي حاجه احنا شايفينها بعيوننا في بلدنا في السودان دي، شايفينها كويس. اي مشروع بصله عرقله، ليه؟ لمشاكل البنيه الاجتماعيه اللي احنا عايشينها. وانا اقول لكم نص اقرا لكم من المنظمه اليونسكو، بتتكلم عن انه التجارب التنمويه في العالم الثالث فشلت لان الجهود المبذوله في هذا المجال طغى عليها الطابع التكنوقراطي الذي وجه عناية زائدة للمشاريع الاقتصادية من دون تغيير البنى الاجتماعية أو المساس بها. يعني ببساطة شديدة، لو ما إحنا عدلنا في البنى الاجتماعية بتاعتنا كويس، العناية الاقتصادي ده ما بيتصلح، الوضع الاقتصادي ما بيتصلح، حتى في وجود شنو؟ رأس مال، حتى في وجود دعم، حتى في وجود دعم خارجي برضو ما دزم ورك، ما بتشتغل أصله كويس. وده حاجة إحنا شايفينها بعيوننا كويس. أرجع لكم للنموذج بتاع الدول دي الآسيوية، لأنها هي نماذج نجحت ومشت لقدام من أوضاع شبيهة بالأوضاع بتاعتنا الحالية. الحصل إنه وفي حاجة جميلة جدا أنا أفتكر إنه إحنا عندنا برضو هي موجودة، ممكن تكون بذرة كويسة. الدول دي غير إنه هم قصة العلم عندهم، الثقافة بتاعتهم دي ثقافة عندهم، الثقافة بتاعتهم ثقافة ساعدت على نشر العلم وعلى الاجتهاد وعلى العمل. في حاجة اسمها مع الاقتصاد ده ما بس رأس مال وما كل الحيطرة الصينادي، في حاجة اسمها الثقافة، اللهم صل وسلم سيدنا محمد، في حاجة اسمها الثقافة، المنظومة القيمية الاقتصادية أو الثقافية للاقتصاد. يعني في قيم معينة لازم تكون موجودة عشان الاقتصاد ده ينمو، والقيم دي كلها قيم يعني بتبناها الإنسان أو المجتمع. أولا حب العمل، أو مش حب العمل، هي في الحقيقة هي تقديس العمل، التعامل مع العمل كقيمة، ودي حاجة يعني برضها يعني مهمة جدا، لأنه هي دي بتدي الدافع الموتيفيشن للعمل. فما بتكون الأشياء دي، ما لم تكن القيم دي في الإنسان، المثابرة، الصبر، الإيمان بالحاجة اللي إحنا بنعمل فيها دي، أو بمعنى آخر خلينا نقول الوعي مثلا برضو، ده كله عوامل قيم. أنا يعني ما بحتاج إني أقول إنها هي عندها علاقة بالتربية والتنشئة وإنه ومش بس التنشئة بتاعت إنه الولد شاف أبوه بيشتغل معناها حيشتغل، لا، حاجة مؤسسة أكتر، شغل بتاع مؤسسات، شغل بتاع مؤسسات تعليمية ومدارس، تغرس القيمة دي، ودي حتة مهمة، تغرس القيمة دي كقيمة شنو؟ قيمة بقدر ما إنها قيمة عاطفية، لأن أنا شفت أبوي الله يرحمه بحب التدريس وكده، أنا بقيت مدرسة، ده حاجة عاطفية، يكون في عقلي راسخ لي تماما إنه أنا بعمل في حاجة عندها قيمة، وأنا الشغل اللي أنا بشتغله ده بيناسبني، وقيمة التعليم في حد ذاته، وكون مؤمنة به كويس.
الحاجة دي بتديني لمن أربط أي قيمة حتى ولو كان عندها الطابع الوجداني، ودي مشكلة دي أربطها بأديها التقييم بتاع العقلاني، هترسخلي وحتكون أقوى. كويس، وأنا هقول لكم الكلام ده بعدين لما نيجي نتكلم عن موضوع التغيير السياسي التغيير السياسي بالذات. طيب معلش أنا ما أعرف هل بسرح كثير وبجي راجع غايت، وإذا فطيت بعض النقاط سامحوني. الحاجة اللي عايزة أقول شنو في الحتة دي، إنه الدول دي فيها القيم دي زي ما في دول مثلا أوروبا، القيمة العمل هي ساعدتهم كثير في إنه هم يقدروا ينموا بالاقتصاد بتاعهم. والدول دي كلها في يوم من الأيام كانت عندها مشاكل أكتر من المشاكل إحنا عايشينها دي، وأنتوا طبعا مدركين الحاجة دي. ديك مثلا القيم دي ذاتها مصدرها من المعتقدات، من المعتقدات بتاعت المجتمع نفسه، بس بتتشك بس بس بعد ده انت لما تيجي تضع المنهج بتاعك او تجي على الفلسفه بتاعتك. احنا ما بنتكلم عن منهجين نهائي عشان ما ندخلهم في قصص كثيره، بنتكلم عن 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 عمل تربوي كامل. اوكي، المسألة دي عندها علاقة بال 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 بالجذور الثقافية للمجتمع نفسه. يعني إذا كنا مثلا بنفتكر إنه الجذور الثقافية للمجتمع الأوروبي هي أصلا جذور مسيحية، هم بالمناسبة القيمة بتاعت العمل دي أخذها من المسيحية. تقديس العمل في المجتمعات الغربية مأخوذ من المسيحية، تقديس العمل برضو في مثلا في الدول الآسيوية مأخوذ من فلسفاتهم، الفلسفات اللي هم مبنيينها. كويس، وإحنا إذا قدسنا العمل مش لأنه إحنا بنحاكي فيهم، لأنه تقديس العمل هو نابع من عقيدة عندنا برضو، صح؟ عقيدتنا هي بتدعونا تقديس العمل والإتقان، ويعني ما شاء الله زاخرة بالأشياء. فدي بارقة أمل بالنسبة لنا إنه إحنا إذا أحيينا الحاجة تراثنا أو مش تراثنا، هي عقيدتنا في الحقيقة، بالشكل العلمي، بالعلمي ما شكل أحفظ 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 دي، لا الطريقة دي، وخلينا استيعاب العقائد بتاعتنا، استيعاب العقائد واستيعاب القيم الأخلاقية الفاضلة اللي عندنا في مجتمعنا، استيعاب ما وجداني بس برضو عقلاني، وعملنا ليها أدرس كويس بمناسبة الأعمار بتاعتنا بتاعت الأطفال أيمين، وشوفنا المؤسسات المناسبة اللي بتعمل الأدرس للموضوع ده للنشء بتاعنا، 100% إحنا حنعمل تغيير في كافة مجالات ونواحي الحياة الاجتماعية، ونحل المشكلة الزمان تكلمنا عنها، مشكلة البنية الاجتماعية اللي إحنا عندنا فيها مشكلة وعمل لنا عراقيل اقتصادية. كويس، قبل ما نمشي للحتة اللي هي مهمة، قصة البنية الاجتماعية دي، وعشان أنا ما هنا في أي وقت لو دارين تقاطعوني ممكن تقاطعوني، لأنه أنا حاسة بأن كلامي كتير على الناس، وممكن أرجع أنا مرة تانية أتكلم عن الجانب، أنا هتكلم تاني عن الجانب السياسة. يا دكتور محمد إذا عايزنا نتكلم عن السياسة. طيب يا دكتورة، أنا من قبل أقول دكتور محمد، سوري. لا يا أخي، كله يا أخي خير الأسماء مع حبي دعوة، الله يديك العافية. الله يخليك، تسلم. تمام، ممكن إيثار تمسك المحور الثاني، نحن لأنه عندنا يعني سيركيليشن، وهنجي راجعين للحتة بتاعت الأسئلة والأجوبة، ممكن سؤال يكون يعني سؤال محور يغطي الحتة دي. شكرا لك. تمام، ما في مشكلة. يعني الله يديك العافية، شكرا لك. تسلم. إيثار، إيثار وينها؟ شكلها اختفت. إيثار ما شايفة. طيب دكتورة، ممكن تكملي في الجزئية دي؟ خلاص أنا أتكلم عن الجزئية بتاعت هل ممكن التربية تأثر على السياسة؟ نعم، على الناحية السياسية. يعني إذا كانت التربية بتأثر يعني على الناحية الاقتصادية، فرضنا ذلك، فهي من باب أولى بتأثر على الناحية السياسية. إحنا كلنا حاسة عايشين في عالم الاتجاه فيه
لتكوين نظم سياسية بتحفظ الإنسان كرامته. والصيغة الحسي متفق عليها اللي هي الصيغة بتاعت شنو؟ الديمقراطية طبعا. طيب هل المجتمعات كل المجتمعات مهيئة لأنه يعني تحصل فيها الديمقراطية بصورتها الحقيقية ومش صورتها الزائفة؟ المسألة دي يعني إذا نظرنا لها من حيث إنه ببساطة شديدة يعني عينا الحركة السياسة دي على أساس إنه إحنا عندنا أجهزة سياسية وأجهزة سياسية وعندنا شعب أو مواطنين أفراد، كويس؟ العلاقة مفروض إنها تكون ما بين الأجهزة السياسية والأفراد دي هي علاقة بتاعت اتفاق على أهداف معينة، كويس؟ الأهداف المعينة الحاصلة على اتفاق دي طبعا هي بتكون للمصلحة العامة، طبعا الأهداف دي لأنه إحنا بنتكلم عن دول، يعني الأهداف دي لابد إنها تكون متفق عليها عقلانيا، كويس، ووجدانيا، كويس. لما نقول عقلانيا وجدانيا ومتفق على دي أنا بنفي صفة إنه الأجهزة السياسية دي بتدير السياسة بتاعتها بالقوة، بفرض القوة أو بالترهيب المواطنين، عشان الصورة دي اللي هي الصورة اللي إحنا النموذجية للعلاقة دي تتم، إحنا عايزين يعني لابد إنه تكون هنالك معطيات معينة موجودة، والمعطيات دي يعني في الشخصية حتى الليدرز ولا المواطنين العاديين، إن ما وجدت المعطيات دي العملية دي إطلاقا ما حتتم وحتفشل زي ما فشلت عندنا في سنوات كثيرة في السودان. ليه؟ لأنه إحنا كشخصياتنا ما كانت بتحمل الصفات المطلوبة، وأغلبية المعطيات دي هي معطيات متعلقة بالشخصية، بتكوين الشخصية، التكوين العقلي للشخصية والتكوين المادي، سوري، والنفسي، التكوين العقلي والتكوين النفسي والتهيئ للعملية الخوض القمار السياسي بالاتجاه يعني إنه يكون النشاط السياسي بالشكل ده. المسألة دي ما لم يكون إحنا عندنا الإمكانيات صفات معينة، أنا ممكن أديكم نموذج منها مثلا، يعني المشاركة، المقدرة على المشاركة الاجتماعية، لأن السياسة دي بتقوم على الانتخابات، ما لم يكون الفرد عنده إحساس، عنده أول حاجة صيغة في نفسه ببساطة شديدة، يعني خدتها كده كصفات معينة، لازم أنت تكون عندك صيغة كافية بنفسك، كويس، وعندك الإمكانية أنك تثق في الآخر، كويس. بالتالي لو ما عندي أنا الصفة دي ما أبدا ما حخش في مشاركة سياسية. والديمقراطية بتعني إنه الشعب ده كله يكون المشاركة السياسية للكل، إنه الانتخابات دي كلها نخش فيها الرأي الأغلبي ويا رأي الأغلبية، فما ينفع الزول المنزول بيتفرج، دي ما بتنفع، كويس. الحاجة دي والحاجات اللي أنا حقولها دي كلها ما حقول أقول كلها هي مرتبطة بالتربية، طبعا كلها مرتبطة بالتربية، كويس. تاني حاجة اتخاذ القرار، المقدرة على اتخاذ القرار، والمقدرة على اتخاذ القرار ده عنده علاقة بالجانب النفسي للإنسان وعنده علاقة بالجانب العقلاني، ودي يا جماعة نقطة مهمة جدا في التربية. أنا أفتكر زي ما كنت بقول لكم قبل إنه يعني الجانب الوجداني مهم، لكن لابد إنه إحنا ندخل في بيوتنا وفي مدارسنا وفي أي مؤسسة تربوية التفكير النقدي والتفكير المنطقي. والمسألة دي يعني حاليا إحنا شفنا خطورتها، يعني لما جينا عشنا في مجتمعات غربية عندهم العقل هو كل شيء، كويس، يعني لقينا معاناة شديدة في إنه إحنا نوصل ديننا ليهم. إحنا عندنا عقيدة مقتنعين بها الحمد لله رب العالمين، لما نجي نغارر روحنا إحنا بالناس المسلمين العايشين هنا كيف هم دي أكسبت إسلام ويعني كونفيت يعني آمين يعني دخلوا في الإسلام وكده، العقيدة عندهم فيها رسوخ عجيب، عقيدة بتخليهم الواحد بسخر كله لدين، حياته كله لدينه، لأنه مؤمن هو بيعمل في شنو؟ إحنا قاعدين بس نعمل في روتين كده ديني
نسأل الله السلامة يعني في عبادات، وأخطر ما أخطر منه، ودي حاجة ما عندها علاقة بين إحنا كناس عايشين في مجتمع غير مسلم، أخطر ما أخطر على الجيل القايم اللي حسي إحنا فيه ده، لأنه إحنا بنتعامل مع الجيل ده كان أولادنا اللي ربيناهم هنا، ولا أولادنا اللي ربوهم أخواننا هناك في السودان. الناس دي بتفكر بعقولها، لأنه زي ما إحنا عارفين إحنا عايشين في زمن، ببساطة زمن العولمة، سميه زمن العولمة، زمن الوهم، القرية الواحدة. الأولاد القايمين دي كلهم قايمين بنفس المنتاليتي، كلهم كل المنتاليتي واحدة، عايزين يعقلوا الحاجات. الحتة الوجدانية دي ما بتخليك تسرفايف في كل المواقف، كويس. والدين فيه الإمكانية للتعقل، أي نعم الدين هو مسألة غيبية بحتة طبعا، لكن ستيل في مساحة للتعقل في الحاجات. ودي أدت يعني أنا يؤسفني إنه في كثير من الأولاد عندنا بالذات في سن المراهقة، لما يخش الواحد في إنه to question everything about himself، بعد ذاك بيجي في إنه هو بالدين ده ذاته بيتهابش كده، وبتحصل له جوطة جوطة، ويجوط الأهل معاهم وكده وشنو. ودي مسألة ما بسيطة، ودي مسألة ما بس عندنا هنا، برضو عندنا هناك في السودان. نعم، عشان كده يا عارفة يا جماعة، دكتورة، نعم تفضل. ذكرتيني، يعني كان في نقاش مع أصدقاء قطريين، في إنه سألتهم قلت لهم أخوانا أحسن يعني أفضل في الإسلام، يعني المسلم القطري ولا المسلم السوداني ولا المسلم السويسري؟ اي فطبعا فبهتنا كلنا، يعني لأنه كل واحد بيجي من ثقافة مختلفة وكده. يعني إحنا حنمشي في نقاشات أكثر في الموضوع ده، وعندنا برضه نذكر إنه في سلسلة اسمها سيكولوجية الزول السوداني، ايوه بتحصل حلو. كل 3 4 أيام مع أستاذ محمد جمال الدين. لكن انا احنا هسه حنمشي لايثار وبعد ايمان، وحنجي راجعين تاني ان شاء الله بتفصيل اكثر. مرحبا بإيسر، شكرا مرحبا شكرا بيه. لك، يديك العافيه. تسلم يا أستاذ أنور، الله دكتور يكرمك، أنور. الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. كيف الحال؟ كيف أنتم كويسين؟ شكرا دكتور أمان شديد على الكلام، وأنا آسفة شديد إنه الشبكة حقيقي هي فصلت، لحد ما قدرت أرجعها ثاني شوية، لأن شبكتنا في السودان ضعيفة شديد، فبتمنى إنه أنا أقدر أواصل من غير ما الشبكة إن شاء الله تقطع ثاني. طيب، أنا شوية حتكلم عن تأثير المجتمع في التربية. هل بيفرق لو أنا قاعدة من مجتمع لمجتمع؟ هل التربية حتفرق ولا ما حتفرق؟ هل فعلا المجتمع الحولي بيأثر في التربية ولا لا ما حيأثر؟ طيب هو ذاته شنو المجتمع؟ حتكلم بطريقة أبسط شوية طبعا من دكتورة أماني، لأنه هي أكثر اختصاصا في مجال فلسفة المجتمع والتربية. فعموما المجتمع معروف هو شنو؟ مجموعة من الناس حيتفاعلوا مع بعض، حيتعاملوا مع بعض، حيتواصلوا مع بعض، فبالتأكيد حيأثروا ويأثروا في بعض إذا إحنا مسكنا المجتمع بأبسط تعريف. طيب التربية هي شنو؟ هي إنه أنا أدخل في أطفالي تنشئة معينة فيها نوع من الرعاية، فيها نوع من الاهتمام، فيها نوع من القيم نحن بنخدها. من وين بنجيبها؟ بنجيبها من ثقافة المجتمع حقي اللي أنا بتعامل معه. فمعناه كمعادلة بسيطة، يبقى المجتمع حقي اللي أنا قاعد فيه بيأثر لي على التربية اللي أنا حربيها على أطفالي. طيب، من خصائص المجتمع زي ما قالت الدكتورة أمان قبل، إنه في نظم مختلفة وكل منظومة بتأثر في الثانية. وزي ما قالت إنه ما في أسرة حتقدر تربي طفلة براهم يعزلوه من المجتمع، مستحيل. كل النظم بتاعت المجتمع حتأثر في بعض. نظم المجتمع دي ببساطة، لو أنا حمسكها بصورة بسيطة شديد، حقول لو قسمتها في دوائر صغيرة، حبتدي من عندي الأسرة، هي حتأثر في الطفل، حتكلم عنها. بعد ذاك حاجة حيكون عندي المدرسة والأصدقاء والناس في الحي، يعني شوي حمشي لدائرة أوسع، وأخيرا حمشي للمجتمع الكبير، ممكن نسميه المجتمع السوداني، عاداتنا تقاليدنا الحاجات الأعراف المتعارفة علينا كمجتمع سوداني، كلها بتأثر في الطريقة اللي أنا حربي بيها أطفالي. طيب كيف الأسرة ممكن حتأثر؟ يعني الأسرة هل فعلا حتأثر في التربية؟ هل حتأثر في شخصية الطفل؟ طيب برضو مع بعض ممكن أنا حجمعهم الاثنين مع بعض،
حقول ايوه، اذا قلنا الاسره بس فيها الام والاب والاطفال، ما خطيت اي اكستندد فاميلي، ما دخلت اي جد او حبوبه او خيلان، كل ما دخلتهم بس خلينا نمسك الاسره الصغيره، الاب والام والاطفال. طيب هل الاسره دي فيها اي نوع من العنف الجسدي واللفظي؟ هل ثقافته للتربيه انه عادي ممكن يكون عندنا عنف لفظي وجسدي؟ الحاجه دي بتاثر جدا في الاطفال. كل الطرق بتاعت التربيه حقتنا يا اما بتطلع لي طفل مسؤول، ودي الحاجه اللي انا دائما بقولها، او ممكن تجيب لنا كميه من المشاكل اقلها الطفل غير المسؤول. ممكن تصل لدرجه الاكتئاب، القلق، الاحباط، الخوف، الفوبيا، ممكن تصل لدرجه الانتحار، كلها لها علاقه بطريقه التربيه. والحاجات زي ما بنقول يعني ما دي ما حاجه مثلا بس في كتب او في بحوث او كده، لا دي حاجات نحن عايشناها لانه دي طبيعه شغلنا، بنعايش كميه من الاسر، بنشوف كميه من المجتمعات، ما بس في مدارس معينه لا، يعني الحمد لله زول اتسحرت له وطلع صح جوا السودان، لكن شفنا ناس مختلفه. فطبيعه التربيه بتاعت الاسره الصغيره متاثره اوريدي بالمجتمع حقها الكبير، بتاثر لي فعلا نفسيا على الطفل دي الحاجه الاولى. حاجي الراجعة ثاني بعدين لموضوع الأسرة دي إن شاء الله إذا أديتني فرصة، بس همشي في إنه هل المجتمع بتاع المدرسة والأصدقاء بيأثر على أطفالي ولا لا؟ بيأثر، وهو ليه التأثير الأكبر من مجتمع الأسرة. ليه؟ لأنه الطفل أصلاً بيقعد في المدرسة المدة الأطول، والطفل بطبيعته عندنا الحاجة اللي اسمها peer pressure، الأصدقاء بيضغطوا عليه. يعني انت ممكن تكوني بتربي في حاجه والاصدقاء يضغطوا في حاجه، هم اللي حيربوه في الاخر. فالاصدقاء والمدرسه عندها ضغط على الطفل، عندها تاثير كبير جدا على الطفل، عندها تاثير على طريقه تربيه الاهل. يعني لو انا دخلت اطفالي في مدرسه اسلاميه، دخلت اطفالي في مدرسه حكوميه، دخلت اطفالي في مدرسه عربيه، دخلت اطفالي في مدرسه عالميه، حيفرق طريقة أنا حربين بيها من حتة لحتة. ليه؟ لأنه أنا عارفة إنه المدرسة دي حتأثر فيه، لأنه المدرسة دي حتدخل قيم أنا مفروض أتعامل معها. طيب حمشي للمجتمع الكبير، هل فعلاً الثقافة الكبيرة إحنا كسودانيين بتأثر في طريقتنا للتربية ولا لا؟ أكيد بتأثر. لو عملنا مقارنة بسيطة في المجتمعات، مسكنا مثلاً الأطفال المتربين، ودي أنا عارف حد يتكلم فيها إيمان بطريقة أحسن لأنه من تجربته الشخصية، لكن لو عملنا إحنا مقارنة بسيطة بين الطفل العايش جوا السودان، بين الطفل العايش في الخليج، بين الطفل العايش في الدول الغربية، هل بتربوا بنفس الطريقة؟ هل الشخصية بتطلع نفس الشخصية؟ هل لا احنا كأهل بيكون عندنا حاجات معينة خدتناها في بالنا احنا محتاجين نربيها لأطفالنا؟ هل الأطفال اللي عايشين في السودان أهلهم التربية الدينية زي كانت بتتكلم بدكتورة أمانة حسي هاجس بالنسبة لهم زي الطفل اللي بيكون متربي في الدول الغربية؟ هل بالنسبة لهم نفس الهاجس؟ ولا ممكن بالمناسبة أنا يعني ما جاي أنتقد أو أقيم أي تجربة، بس بنقول إنه فعلاً المجتمع بيأثر. أحياناً في بلاد غربية المجتمع الإسلامي فيها بيكون أقوى من المجتمع الإسلامي في البلاد الإسلامية ذاتها، فبتلقي طريقة التربية بتاعت الأطفال مختلفة تماماً من حتى اللي بيكونوا عايشين في بلاد إسلامية. طيب حتى لو عملنا مقارنة بين الأطفال اللي بيجونا من دول الخليج، اللي بيجوا من مدارس حكومية واللي بيجوا من المدارس العالمية، هل هم نفس؟ مع انه شوفوا هم خلاص في الاخر ايوه طلعوا من السودان وشوف مجتمع ثاني، لكن شوفوا قدر شنو مجتمع المدرسه بيكون اثر، ما بيجوا بنفس الشخصيه، ما بيجوا بنفس الافكار، بيجوا مختلفين تماما حتى نوع الاطفال دي. طيب قبل كانت دكتوره اماني اتكلمت عن المناهج، والحته دي انا بجد عجبتني شديد. ليه؟ لانه احنا مثلا عندنا في المركز بنجيب مناهج لأنه بنشتغل الشغل بتاع التوعية والوقاية للأطفال، سواء كان من التحرش، سواء كان من التنمر، من العنف، من أي نوع من الديزاسترز ممكن تحصل للأطفال أو مصائب ممكن تحصل لهم، فبنشتغلها. نحن بنجيب مناهج، والحاجة دي دائما بنقولها للأمهات، بنجيب مناهج من برا، مثلا بنجيب مناهج معظمها بتكون من أمريكا ومن كندا. طيب في الأول بنقراها بنلقى إنه المناهج دي ما بتنفع،
ما 100% انت بتقدر تشيلها وتطبقها في المجتمع السوداني، لانه احنا مجتمعنا في حاجات كثيره ما تتقبلها، كمجتمع سوداني، كمجتمع عربي، كمجتمع اسلامي، ما بيقدر يتقبل المنهج ده كامل. في حاجات ما ماشيه معنا، في حاجات ما ماشيه مع تقاليدنا، في حاجات ما ماشيه مع عرفنا. عشان كده دائما بننبه الامهات انه لما تجيبي كتب توعويه للاطفال اقريها انت اول، وقارنيه بالمجتمع وبتربيتك وبالحاجه انت عايزاها يطلعوا اطفالك، هل بتاثر ولا لا؟ ففعلا نقطه المناهج دي كانت يعني نقطه مهمه شديد. طيب في حاجه برضه ثانيه عايزه اتكلم فيها، انه حتى لو لما نجي نتكلم عن تاثير المجتمع على تربيه الطفل حنلقاه زمان ما زي حسي، يعني زمان بنلقى في اختلاف كبير واضح بين الطفل المتربي في المدينه زي مثلا الخرطوم اذا حتكلم عن السودان، وبين الطفل المتربي في الريف، بيكون الاختلاف بينهم واضح لدرجه كبيره. لكن حسي، هل فعلا حلقى الاختلاف ده ولا ما حلقاه؟ بتوفر كل العوامل الاعلاميه اللي حسي متوفره لهم، هي نفسها الاعلام مؤثر تاثير كبير على التربيه بتاعت الطفل. طيب هل الاعلام، عندنا الانترنت، الوسائل بتاعت التواصل الاجتماعي والالعاب الالكترونيه، الحاجات دي بقت متوفره للجميع بصوره كبيره، اوكي؟ لو ما التلفزيون نمشي فيهم كلهم. طيب كيف الحاجات دي بقت مؤثره فيني انا كأم في التربيه؟ بقت حاجز بالنسبه للامهات البرامج اللي بتتعرض في التلفزيون. يعني بقى البرنامج بتعرض في التلفزيون، انا ما بتكلم عن برامج بتتعرض في بس القنوات السودانيه وكذا، انا بتكلم عن كل القنوات، انه الام بتكون هل البرنامج ده مناسب لطفلي ولا ما مناسب؟ طيب يبقى انا دوري اربي طفلي يعرف شنو مناسب ولا مو مناسب. بتبقى الحته بتاعت التربيه ذاته دخلت فيها حاجات اكثر. طيب اوكي، الانترنت، الانترنت متاح فيه اي حاجه. يبقى كيف انا حربي طفلي يعرف شنو الصح وشنو الغلط؟ كيف يفرق بيناتهم؟ دي برضه حتخش حاجه زمان ما كانت الحاجه دي فيه، ما في زول شايل هم، ما في زول بيشيل هم انه انت قاعد في التلفزيون، اصلا كلهم قنوات معينه والحاجات المعروضه معروفه، حس الحاجه دي تغيرت شديد. طيب وسائل التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا، احنا بنقول فيه شنو؟ احنا بنعرض شنو؟ العيال بيطلعوا بيعرضوا ياتوا فيديوهات، بيصوروا شنو؟ عاملين يوتيوب شانلز، يعني العيال السنه دي، الاطفال، الاطفال الزمن ده ما بنفس بساطه الاطفال زمان. أطفال متطورين جدا جدا جدا، بيقدروا ببساطة يعكسوا حاجات كثيرة ويكتسبوا حاجات كثيرة من مجتمعات مختلفة. فدوري أنا في التربية بيبقى أوسع، ما بس مخطوط بس في المجتمع حقي، محصور في مجتمعنا، لا بقى أوسع، لأنه هم منفتحين على مجتمعات كثيرة شديد، مجتمعات مختلفة عننا شديد، يبقى دوري في التربية بيبقى أكبر شديد. وفي الحتة دي أنا دائما بقول للأهل إنه التربية ما تصحيح، ما تنتظر طفلك يغلط، التربية مبادرة. انت لازم تكوني واعية انه التلفزيون فيه شنو، السوشيال ميديا فيه شنو، الانترنت فيه شنو، الفيديو جيمز فيه شنو، انت بتبادري. لازم لو ما بادرتي ما اسمه تربية بعدها، لان لازم نربي، لازم ندخل في المقيم، لازم هم يعرفوا الصح من الغلط من عندهم هم. طيب اذا مثلا الناس حسي قريب في الاسبوع ده نزل التقرير عن الطفل اللي في التيك توك في النهاية انتحر بسبب تيك توك، يعني ممكن الأهل ما متابعين، ما عارفين إنه في جيم أو تحدي في التيك توك إنه ممكن يوصل الطفل إنه ينتحر. عندنا جيمز، فيديو جيمز بتوصل الطفل إنه ينتحر، في عندنا فيديو جيمز بتوصل الأطفال للإلحاد لأنه بيدخلوا مع جروب ثانيين وبيبدوا بيستهدفوهم. طيب أنت كأم إذا ما واعية بالحاجات دي، يبقى حيكون عندك خلل في الحته بتاعت التربيه، يبقى المجتمع فعلا بالتغير اللي حصل فيه بياثر على تربيتي، يعني انا ما حينفع اربي بنفس الطريقه الزمان. ودي المشكله اللي بيقعوا فيها معظم الاهل، انه بيفتكروا ما زمان عملوا لنا، ما زمان قالوا لنا، ما بينفع. لانه الزمن الحسي ما بس محصور على مجتمعنا الصغير، يعني زمان اذا الناس قارنت كل الناس بتعرف بعض. يعني المجتمع كان صغير شديد، كان ضيق شديد، حسي وسع، ومش وسع بس، بقى منفتح شديد، بقى يعني اكثر من منفتح على العالم كله، بقى يقدر يوصل. عملنا زي ما قلت لك مقارنه صغيره بين الطفل
خارج السودان والطفل الداخل السودان، بنلقى فعلا طريقة التربية بتاعته مختلفة، بنلقى فعلا المجتمع لما نطلع برا زي ما قلت إيمان حتتكلم في الحتة دي، إنه كيف ممكن إذا أنا في دولة خليج، إذا أنا في دولة أوروبية، إذا أنا جوا السودان، كيف بيختلف الطريقة بتاعت التربية بتاعتي من حتة لحتة. وهل فعلا لحد هسه الطفل في الريف والطفل في المدينة مختلف ولا لا؟ المجتمعات بانفتاح الإعلام بقت متشابهة لدرجة كبيرة شديد. طيب دي الحتة النقطة اللي أنا شوية كنت أتكلم فيها على إنه فعلا المجتمع بيأثر على البيئة على التربية. بعتذر، فعلا المجتمع اللي إحنا قاعدين فيه بيأثر ليه على التربية شديد على الأطفال. طيب في نقطة مهمة برضو حابة اللي أتكلم عليها، إنه هل التربية بتأثر في نفسية الطفل ولا ما بتأثر؟ ومسكناها قبل من ناحية الأسرة الصغيرة، هل بتأثر؟ يعني إحنا ما نجي نتكلم على إنه المجتمع حيأثر في التربية، طيب دي حاجة مهمة ولا ما مهمة؟ أنا أفكر فيها مجتمع تربية يعني، ولا لا خلاص يا أخي من ربي زي زمان ليه أنتوا عايزين تتكلموا في الحاجة دي؟ هل بتأثر ولا ما بتأثر؟ فعلا بتأثر. زي ما قلت إنه أنا عايزة أتكلم في شوية نقاط كيف التربية ممكن تأثر لي في نفسية الطفل، وحأمسك بس في المنظومة بتاعت المجتمع، حأمسك بس الأسرة، ما حمسك أي منظومة تانية، حسي ما حمسك المدرسة، ما حمسك الأصحاب، ما حمسك المجتمع الكبير، حمسك الأسرة. وحتكلم عن 6 نقاط. النقطة الأولى إنه إذا كان من ثقافتي في الأسرة في عنف جسدي ولفظي، أطفالي ممكن يكونوا أكثر تعرض للاضطرابات النفسية، لأنه العنف اللي بيحصل لهم في مرحلة الطفولة بيتراكم بيقعد، وهو بيأثر لنا بعدين لمشاكل تانية ممكن تحصل لهم زي ما ذكرت قبل، مختلف المشاكل من الاكتئاب، من القلق، الإحباط، الخوف، حتى الفوبيا، حتى الانتحارات اللي بتحصل، حتى الأطفال اللي بتحصل لهم صدمات نفسية بيرجعوا بيشوفوا، الناس الكبار بتحصل لهم صدمات نفسية بيرجعوا بيشوفوا في الطفولة كان حاصل شنو في بيوتهم برضه، لأنه كل حاجة مرتبطة بالتربية في البيت كانت كيف. طيب في نوع من الأطفال أو في نوع من الأهل طريقة التربية بتاعتهم فيها إهمال شديد للطفل، بالذات إذا كانت الأسرة كبيرة، إذا الناس عايشة في الأسر الممتدة، بيكون الطفل ما ماخذ الكفاية من التركيز. هل ده بيأثر ولا ما بيأثر؟ أكيد بيأثر في الطفل، لأنه كل زول محتاج على الأقل زي ما قال الدكتورة أماني، إحنا عايزين نطلع ناس بيفيدوا المجتمع. إذا أنا طفلي مهمل، أنا مهملاه، ما معناه كل الأسرة الكبيرة مهملة، أنا ما بقول كده، بس بقول في ناس مهملة أطفالهم. طيب إذا أنا طفلي مهمل، كيف أنا حعرف أنا مفروض أربيه في شنو؟ الصح اللي بيعمل شنو؟ الغلط اللي بيعمل شنو؟ طب هوايات طفلي دي شنو؟ طفلي مبدع فيها حتة، أنا حفيد المجتمع بطفل ذكاء، بيبقى عندي هنا إشكال في النقطة دي. طيب العكس ليها تماما، بيكون عندنا أطفال مدللين زيادة عن اللزوم، وبيكونوا الأهل مركزين عليهم زيادة عن اللزوم. النقطة دي دائما بتكلم فيها لما نقول حاجة اسمها الاستقلال العاطفي، بيكون الأهل ما فاصلين نفسهم من عيالهم. كيف الحتة دي حتأثر لي؟ كيف الطفل ده حيأثر؟ الطفل بيطلع لي طفل غير مسؤول، طفل ما عارف إنه هو لازم يدعم في الحياة عشان ياخذ حاجة، ما هو مدلل كل حاجة بتجيبه، بالتالي الطفل ده لما يطلع لي في المجتمع بيكون ما بيقدم حاجة للأسف، بتوقع إنه المجتمع مفروض يديه، لأنه دي الحاجة اللي تعلمها في الدائرة الصغيرة بتاعته في الأسرة، إنه أنا باخذ باخذ باخذ، فبالتالي لما أطلع للمجتمع برا. وبالمناسبة أنا بتكلم كده متأكدة في ناس كثيرة تذكروا زملاء معاهم في الشغل، زملاء معاهم في الجامعة، في المجتمع عموما، في ناس كده متعودين إن هم بياخذوا بس، ليه؟ لأنه زمان التربية بتاعتهم علمتهم إن أنتوا بتاخذوا من غير ما تتعبوا. عشان كده فعلا بنجي نلقى إنه الإنسان ده في النهاية ما بيفيد أنت حاجة في المجتمع. دائما بنقول للأهل عشان أنا أعرف أنا بربي صح، مفروض أربي زول مسؤول. أنت ربيت زول مسؤول، لما يبقى مسؤول عن نفسه حيتعلم، بعد شوية يبقى مسؤول عن أخوانه، بعد شوية مسؤول عن الأسرة الصغيرة، أنت بتطلع زول مسؤول تجاه المجتمع. طيب من الغلطات اللي بتحصل وكثير جدا المقارنة في الأسر.
المقارنة في الأسرة دي نوع من يعني طريقة الناس بيعتبروها في التربية، ما تعمل كده زي أخوك، ما شايفة أختك أحسن منك، طب ما تبقى شاطر زي ولد الجيران، ما تبقى دائما في المقارنة. أو الأهل يقارنوا أطفالهم بين، والله أنا زمان كنت أشطر منك، والله أنا زمان كنت برسم أحسن منك، والله نحن زماننا كنا بنعمل وبنعمل، ما بينفع. المقارنة عمرها ما حتولد نوع من الحافز للطفل عشان يمشي أحسن. المقارنة بتولد لي غيرة، قد تصل الغيرة لحقد وحسد. شوفوا إحنا بنطلع شلون المجتمع، إنسان حصل خلل بسبب مقارنة، إنه ممكن زول يبقى حاسد على الناس التانيين، يبقى زول ما عايز الناس الباقيين يتطوروا، يبقى ما عايز أصلاً يشوف الناس التانيين. ده كله ليه؟ بنرجع نلقى إنه كان في خلل في التربية بتاعته في المنظومة الصغيرة، إنه كانوا بيقارنوه كتير شديد بالناس، وده رد فعل طبيعي للمقارنة، إنه بيبقى الزول خلاص قافل وما عايز أي نوع من مقارنة بين ناس تانيين، ولا حيحب الفكرة، وبالعكس حيكون دائما عنده غيرة من الناس التانيين، قد تصل غيرة من الزملاء، غيرة حتى من الناس في البيت حقينه، بيبقى الشخصية ما سوية. طيب بالنسبة للأهل، اللي بده قروش دائما أو هدايا كثيرة لأطفالهم بدون أي تعب، بدون ما الطفل يعمل أي حاجة، أكيد ما بتكلم عن هدايا لها علاقة بالأعياد، أنا بتكلم عن هدايا بدون أي سبب. الليلة اشتروا لهم عجلة، بكرة اشتروا لهم تليفون، الليلة جابوا لهم الحلاوة، بكرة جابوا لهم، دائما هم في حالة هدايا. الحاجة دي بتحصل منين؟ يا إما الأهل بيكونوا هم زمان لما كانوا صغار كان حاصل لهم نوع من الحرمان، وبيجوا بيقولوا احنا ما عايزين أطفالنا يتحرموا، نحن الله ادانا، طيب ليه نحرمهم، ما نديهم، تمام؟ او بيفتكروا انه ما عايزين اطفالهم يقارنوا نفسهم بالناس الثانيين ويحسوا نفسهم اقل، احنا عايزين اطفالنا يكون عندهم اي حاجه وخلاص they're fine، وما يعينوا لحاجه في الناس الثانيه. او هم بيفتكروا كده انه دي التربيه الصح، انت توفر لطفلك الحاجه كلها هو عايزها. للاسف لما نكون احنا النوع ده من الاهل، كل اللي بنعمله لاطفالنا انه بنوريهم ما في داعي تتعب في الحياه، خالص ما في داعي انت تتعب في الحياه، فبالتالي انا بطلع انسان ما عايز يتعب تجاه المجتمع نهائيا. طيب تلقوا ناس الحل كلهم مرقوا وعايزين يعملوا نفير وعايزين يصلحوا الحاجه، في زول ما بيمشي لا، لانه ما عنده الاحساس بتاع انه انا المفروض اتعب، المفروض يلقى حلتين نظيفه وشارعي نظيف والبلد تتحسن، وانا ما جزء من القصه دي، انا ما المفروض اتعب، انا المفروض القى الحاجه جاهزه كده. دي كلها بنجي نلقاها من وين؟ من التربيه اللي تربيتها في البيت. النقطه الخامسه، لما يكون في نوع من الأهل بيعملوا لطفلهم كل المسؤوليات اللي عليه، يعني الأم من حبها لأطفالها تصحى الصباح تنظف لهم تجهز لهم حاجاتهم، حتى الواجبات تعملها لهم، أي حاجة هي مسؤوليات الطفل تلقيها إنها بتعملها. أنا النوع ده حطلعه للمجتمع عامل كيف؟ الطفل ده حطلع طفل عنده عدم ثقة في نفسه، حاجة بتكون حس يعني بتخلع الاهل، كيف انا بعمل له اي حاجه وهو زول حاجاته مرتبه ومنظمه. اكشلي الرساله اللي انت بترسلها لطفلك بكل بساطه انه عشان انت ما قادر تعمل الحاجات دي انا بعملها لك، هو ده اللي بيصله، ده فهم اللي بيصله. فبعد شويه بيبقى انه بيحب يقول لك انا ما بعرف، تعال اعملها لي، تعال اعملي معي، انا ما قادر، انا ما حعرف اعملها براي. من وين جات المعلومات دي؟ من انت اصلا زرعتي فيه الحته دي، انت ربيتي وعلى انك انت انسان غير قادر، ما بتقدر تعمل حاجة عشان كده أنا بعملها لك. هو ما حتصله عشان أنا بحبك، لا، أنت ما قادر، حيطلع للمجتمع إنسان غير قادر. دائماً ما حيكون عنده روح المبادرة، ما إنسان حيحس إنه قادر يقدم للمجتمع حقاً حاجة. أخيراً الحاجة الأخيرة حتكلم فيها عشان الزمن، حتكلم عن القوانين والنظام في البيت. في ناس قوانينهم ونظامهم في البيت بيكون صعب شديد، على اساس انه احنا عايزين اطفالنا يتربوا عندنا النظام وده الجدول وده اللي حنمشي بيه وده اللي حنعمله. في ناس النوع ده من الاهل، وفي نوع نص، وفي نوع لا فاكين ما عندنا اي نظام. لما احنا نكون النظام الشديد وماسكين على عيالنا واي حاجه بالوحده، بنعمل نفور للطفل من النظام في حد ذاته. ليه؟ لانه في خنقه. ليه؟ لانه احنا ما شاركناه،
بنجي نلقى الطفل بيبقى متمرد، حيطلع انسان للمجتمع متمرد حتى على نظام المجتمع، دائما عنده راي، دائما ما عايز يمشي بقوانين المجتمع. ليه في المدرسه يقولوا لنا كده؟ ليه الاستاذ يقول كده؟ لا ما حنعمل. ليه في دائما عايز ينفر لانه هو مضغوط شديد. اما الناس الخالص ما عندهم اي نظام وفاكنهم ساكت، ديل الناس اللي بيعتبروا انه ما في داعي تو فولو رولز، اصلا ما في حاجه اسمها رولز، ما في قوانين في العالم، دي قصة ساي يعني بيخترعوا فيها. فبتيجي تلقيه منه حتى قوانين البلد ما عايزين يمشوا بيها، بس لأنهم هم شايفين ما في قوانين. فعشان كده دائما احنا بنفضل الناس في النص، ودائما الناس اللي بيشركوا اولادهم معاهم. فدي الفكرة بتاعتي اللي عايزة اقولها، انه فعلا المجتمع بيأثر لي في طريقة تربيتي، الحتة اللي انا قاعدة فيها بتأثر، المدرسة اللي فيها عيالي، الحلة اللي انا اخترتها لعيالي، الحي اللي انا قاعد فيه بيأثر. ما ممكن انا اكون قاعده في بلد معينه في حي معين واطالب انه انا اطفالي يكونوا بيفكروا بنفس اطفال الحي اللي في الحته الثانيه، انا بكون زي خاتم في حته يعني ما مناسبه له. وزي ما قلت انه طريقه تربيتنا حتاثر لي على الطفل، على شخصيه الطفل، على نفسيه الطفل، وبالتالي حتاثر لي على انه انا طلعت فرد للمجتمع عامل كامل. هل شخص مفيد للمجتمع؟ هل أفيد أنا المجتمع بطريقة تربيتي ولا لا؟ سو هي الحكاية فعلا متبادلة، والحكاية مؤثرة في بعض زي ما قلنا، لأنه أصلا المجتمع يؤثر ويتأثر ببعض. ده الجزء اللي أنا كنت عايزة أتكلم فيه والليلة قبل ما نفتح لإيمان إن شاء شكراً الله. شكرا جزيلا أستاذ إيسار. والآن الجزء الثالث مع أستاذ إيمان، اللي هي تجربتها كأم بتربي في طفلها او اطفالها في كيغالي في رواندا، قبلها كانت في السودان. ايمان تفضلي. شكرا جزيلا. السلام عليكم وشكرا لكم كلكم على الاستضافه، وشكرا لاماني وايثار وتوفيق الله كلكم على المعلومات شاركتونا بها. وانا تجربتي هحاول اني انا اختار لكم من الحاجات اللي تكلمت عنها دكتوره اماني، والحاجات اللي برضو أستاذ إيثار تكلمت عنها. فأنا هحاول يعني أجيب زي كيس ستودي مثلاً، وعلشان أنا جاية باعتبار إني أنا كتجربة مثلاً، فحقوم أعرفكم عن نفسي زيادة، لأنه دائماً الناس بترتبط بالتجارب اللي بتحس إنها مشابهة لها أو في لينك بيناتها. فأنا عندي 4 أطفال، 14 سنة و 11 سنة و 6 سنوات و 4 سنوات. تجربتي ما مختلفة عن ناس كثير جدا، لكن احتمال أكون أنا تعاملت مع الظروف الحولية بطريقة مختلفة. يعني تزوجت، طوالي طلعت بر السودان، عشت في الخليج فترة، فترة قصيرة زي 2 سنين. بعد ذاك عشت في أوروبا، عشت 6 سنوات في أيرلند. بعد ذاك عشت في السودان 3 سنوات. فتتخليني بدني حق اني انا اتكلم برضو عن حياه السودان، لانه ناس السودان ما بيقتنعوا بانه لو زول يتكلم عن تجاربهم في التربيه والحياه المعيشيه من الناس المغتربين. وبعد 3 سنين اللي عشنا في السودان جينا هنا رواندا، دي السنه الثالثه. كويس. حاتكلم عن اثر المجتمع على التربيه، اللي هو زي ما عرفت دكتوره اماني المجتمع زمان قبل، انه هو عبارة عن تجمع بيربط حاجات كثيرة مختلفة. ما بالضرورة يكون المجتمع ده هو بس الأهل أو السودان. أنت خلاص مشيت بلد تانية، معناته أنت بقيت جزء من مجتمع تاني. كويس. وبعد ذلك لما نمشي كلنا نسافر لبلد تاني، بيكون في بداية حياتنا بيكون في زي صراع ما بين الخلفيات حقتك من المجتمع القديم وما بين المجتمع الجديد اللي أنت عايز تعيش فيه. كويس. من متطلبات الحياة طبعاً إنه أنت لازم تفهم المجتمع الجديد اللي أنت عايش فيه، ده بالذات إنه أنت ما عايش فيه براك، أنت حتربي فيه أطفال. إحنا كأمهات ممكن الواحدة تكفي البابا عليها قاعدة بال4 حيات، تتكلم مع أهلها الليلة بكرة بتاع، ما بتكون محتاجة كثير إنها هي تتراك مع المجتمع الخارجي. لكن طالما إنه أنت بقى عندك أطفال، وبقى الواحد أطفال بيمشوا المدرسة، نفس الكلام اللي هي تتكلم عنه يسار، إنه تأثيرات المجتمع ما بس البيت، المدرسة، الأصدقاء، الجيران، أي زول بيلعب معاهم، الميديا،
كويس، ده بيخلي انه من واجبات الاسره انها هي تتفهم المجتمع الجديد اللي هي عايشه فيه ده، لانه حيكون ظلم وانتقاء يعني نقص في حق الطفل لما انت تجيبه، ما هو انت اللي جبته، ما هو جبراه، انت جبته وطلعته من جذوره ومن من الكومفورت زون اللي هو كان عايش فيه، وجبته عيشته في بلد ثاني، ففي تضارب. فهنا بتلقى انه بالذات لما تكون الكلتشر مختلفه، الدين مختلف، لما تكون انت ماشي قاره ثانيه جديده مختلفه تماما عليه، ففي الحاله دي بتلقى انه الاولويات حقتك بتختلف تماما عن اولوياتك وعن طريقه حياتك وخططك اللي انت كنت عايش بها مثلا في السودان. كويس، فانا حابتدي من هنا من انه شنو الحاجات الاساسيه في المجتمع حقنا اللي بتعرقل مسيره التربيه في المجتمعات البر السودان. كويس، وبعد ذاك بيختلف طبعا الحاجه دي على حسب التباين في المجتمعات، لانه لو مشيت الخليج ممكن تكون ما عندك مشكله بتاع الدين، ممكن تكون مشكله ثانيه، عندك مشاكل ثانيه بتواجهها. لو مشيت دول عربيه ثانيه كمان، لو مشيت اما لو مشيت مثلا اوروبا، ده هنا بيكون التحدي الاكبر، او اي دوله ثانيه مثلا مشيت الصين، مشيت وين، ده بيكون في اختلاف كبير جدا جدا في الثقافات، بيحتاج مور ايفورت، بيحتاج طريقه تفكير مختلفه جديده تماما عن الحاجه دي. فانا حامشي معاكم في البروسيس بتاع انه كيف احنا نقدر نوصل لحاجه زي دي بتجارب الناس تستفيد منها. كويس، ولحاجات ثانيه برضو انا شفتها خلقت عوائق وخلقت يعني ما اقدر اقول انها هي يعني ما سكسس ستوري او، لكن خلقت تحديات للاطفال ديل نفسهم، وخلتهم لما يكبروا زي ما ذكرت اماني انه لقتهم مشاكل بعد ذاك في تقبل نفسهم، في تقبل دينهم، ايشوز كثير شديد بقوا عانوا منها الاطفال، او اللي هم بعد ذاك بقوا ناس كبار كويس الادلت، وده كان سببها برضو خلل في التربيه، لانه الناس ما قدرت خلل في التربية بسبب المجتمع. كويس، فمن مثلا نمسك حاجة أساسية جدا إنه إذا مسكنا الأم اللي هي ممكن تعتبر هي مثلا المفتاح أو باب التربية في 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 التربية في الإطار الضيق اللي هي قالت زي ما قالت على يسار اللي هو البيت. كويس، الأم بتجي المغتربة بتسافر برا وبتهاجر وبتقطع تقارات، لكن لسه المنتاليتي بتكون والقيود اللي هي خلقاها حوالين نفسها هي نفس القيود حقت البيئة اللوكال انفايرمنت حقتها الأصلية. كويس، اللي هو مثلا الصورة النمطية للأم ومسؤوليات الأم. كويس، اللي هي النظافة، الغسيل، المكوى، الأكل، الشراب، وصورة الأم المثالية اللي هي بتستميت وبتستنزف كل طاقتها كويس في المهام اللي هي احنا ذاتنا اصلا بنصنف، او ناس التربيه اصلا صنفها هي مهام رعايه، هي ما مهام تربيه. كويس، كون انه زول ياكل ويشرب. الحاجه دي في السودان او في بيئه قريبه مشابهه ممكن ما تخلق مشكله كبيره، مع انه هسه التحديات التربيه بقت كبير شديد حتى في مجتمعاتنا اذا كانت مجتمعات اسلاميه، لكن لما كمان تكون مجتمع مختلف تماما بعيد عن مجتمعنا بيخلق جاب وعدم توازن في شخصيه الطفل وفي التربية وفي في العلاقات في البيت كلها يعني. فلازم الناس تعمل شنو؟ أول حاجة إنه زول طالما هو غير المجتمع حقه يدرسه ويرتب الأولويات حقته على حسب التغيير اللي بيطلبه المجتمع ده. كويس، زي ما قلنا ظروف الخليج ما زي ظروف أوروبا، ما زي ظروف مصر، ما زي ظروف المغرب، كل حاجة كل واحدة، لكن في النهاية أهم شيء إنه الأم تقدر تفهم وتقدر ترتب أولوياتها. مثلا يعني في أوروبا مثلا أنت لو مشيت لو في المدارس ما بيقيم الطفل بأنه هدومه مكوية ولا ما مكوية، بيقيمه بأنه هل أمه بتحضر الاجتماعات حقت المدرسة وما بتحضر الاجتماعات حقت المدرسة. كويس، أنت عشان تقدر تفهم الحاجات دي لازم تطلع، لازم تتواصل مع العالم الخارجي. كويس، لازم تكسر الحاجز والرهبة بتاع انه انا ده عالم غريب ليا، انا ما عايز اتواصل معه، او انا شايله هم، او انا تكسر الفهم الاساسي بتاع انه انا كأم انا مهمتي اني انا اكون قاعده في البيت واوفر كل التزامات البيت. ابدا في المرحله دي في مجتمع زي ده وظروف المجتمع ده المهمه ما تنتفت مهمه موضوع الاكل والشراب، ده ما بقى برايورتي.
كويس، ده بقى حاجة تحت نزلت في الليستة. كويس، المهمة الأساسية هي كيف إنه إحنا نقدر نعمل adaptation، وكيف إنه إحنا نقدر نتكيف على المجتمع اللي إحنا عايشين فيه الجديد ده، وكيف نقدر نفهم. علشان نقدر نفهمه إحنا لازم نطلع من البيت. معنا لو قعدت في البيت ما حق يعني أنا شفت نماذج كثيرة جدا 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 من الناس، الأم ممكن تكون عايشة 5-6 سنوات في دولة أوروبية، يعني الفوكابلري حقها بتاع الإنجليزي أو اللغة اللي هي قاعدة في البلد اللي هي فيها في حدود الشوبينج وفي حدود احتياجات حاجاتها، مثلاً إذا اضطرت مشت الدكتور ما معها زول ولا كده. كويس، يعني برضو في النهاية في حدود احتياجات مهامة للرعاية ما مهامة للتربية، لأنه إذا أنت عايز تطور نفسك علشان تقدر تفلفل الجوب حقك إنك تربي لك نشأة في مجتمع مختلف، أنت لازم تمشي أبعد من كده. كويس، أنت لازم تتواصل، أنت لازم تطلع، أنت لازم يكون عندك علاقات في الحي، ولازم يكون عندك علاقات في المدرسة، أنت لازم تصاحب ناس البلد تعرفهم تفهمهم، أنت لازم continuously تقدر تمشي الاجتماعات حقت المدرسة ما تفوتها، حتى لو في النهاية أنت يعني أنا عارفة إنه الظروف بالنسبة للناس في أوروبا بالذات ظروف ضغطة جدا جدا، ما في مساعدة، ما في سند، الأهل بيكونوا بعيدين، لكن لما نزول يغير أولويات حياته ما بيكون عنده مشكلة. إذا في النهاية إحنا عندنا مشاكل مثلا ممكن نطبخ حاجات بتاخد زمن طويل جدا جدا، دي ما فيها داعي لها. زي أنت تربي أولادك زي ما المجتمع ذاك الحركة سريعة، الأطفال بيعتمدوا على نفسهم. كويس، اللي هو نفس الكلام اللي قالته إيسار، يعني إحنا بنربي أطفال اتكاليين لأنه بنفترض إنه ده حب. كويس، والاستيغما حقت إنه الأم الأولاد بيخدموا في البيت كويس وبيساعدوا بيشتغلوا أو بتخليهم يعملوا الحاجات براهم، دي أم قاسية، دي أم بتتكل على أولادها، أم مدلعة. لكن الصح إنه الزول يقدر يوزع المهام، تقدر تربيهم على إنه يكونوا ناس مسؤولين، ما بس علشان ده جزء من أهم أساسيات التربية زي ما قال إيسار، لا، علشان هي ذاتها يكون عندها إكسترا تايم علشان تقدر تمشي تتواصل مع العالم الخارجي يعني، وتكتشف الفرص، لأنه في كل بلد في العالم ده في فرص علشان الناس تقدر تفهم البلد أكثر، تفهم السيستم أكثر. يعني في شغل، أنا أول ما مشيت إيرلندا مثلا نزلت شغل تطوعي لأني كنت ما عايزة أنسى الإنجليزي، وكان جنبنا، وكان سبحان الله يعني حتى الشغل التطوعي ده أفعدني جدا جدا، وهسه نفس الشغل ده برضو من صميم الحوار اللي إحنا بنتكلم عنه ده، لأنه الحاجة اللي إحنا مشينا عملناها هناك، عملنا حاجة اسمها Mother and Toddler Group. المذر اند تودلر جروب ده كان في معسكر بتاع لاجئين. كويس، كان لعمر الاطفال قبل عمر الروضه، لكن لازم يشترط يعني احنا بنكون مشرفين في واقفين، لكن يشترط وجود واحد من البيرنتس. وما كان الفكره بس انه البيرنتس يكونوا بس يعني تسوبرفايز الناس مثلا، لانه احنا ما عندنا ناس، عندنا ما سيرتيفايد عشان نكون تشايلد مايندر، لو حصل أي responsibility طبعاً دي قصص تانية بتكون في اللو. لكن لا، الفكرة كانت إنه إحنا عايزين الأمهات يطلعوا من البيوت حقتهم والرومز حقتهم اللي هم ساكنين فيها دي علشان to engage مع society، عشان يصلحوا لغتهم كويس، وعلشان يكونوا علاقات، وعلشان ما يكونوا عايشين في stress، لأنه طبعاً الفترة بتاعت البيوت دي يكونوا عايشين في ظروف شوية صعبة كده يعني، فلصحتهم النفسية، علاقاتهم مع الناس اللي حواليهم علشان يفهموا، علشان يحسنوا من لغتهم. كويس، فدي حاجة أساسية جدا جدا عشان أنت تقدر تعمل engagement في السوسيتي اللي أنت عايش فيها. كويس، ما بس علشان أنت تطورك ولا لغتك ولا إنه حتى إنه تعرف حقك إنه يكون والله أنا بعد فترة أمشي أفتش لي شغل، لا، حتى علشان أنا أقدر أفهم المشاكل اللي ممكن تلاقي أولادي دي شنو. مع أنا الليلة لو قاعدة في المدرسة وبحضر وبسمع القصص والإشكاليات اللي بتحصل بقدر بفهم أنا المخاطر اللي ممكن تلاقي أولادي شنو. يعني في ناس، يعني في أمهات بيتكلموا عن إنه أولادهم لما يرجعوا البيت بيتكلموا بالإنجليزي وهم ما فاهمينهم بيقولوا في شنو. كويس، بيتكلموا عن حاجات هم ما قادرين يعني الاولاد بيستهبلوا في اهلهم لانهم ما قادرين يتواصلوا معاهم، فدي حاجه خطره جدا جدا يعني اذا اساسا هو الزول بيلقى صعوبه انه يقدر يكوميونيكيت مع ولده بالذات المراهق، حتى لو كان بيتكلموا مع بعض نفس اللغه، ها بالك لما الام تتكلم لغه والاولاد بيتكلموا لغه ثانيه،
ده يعني هيحصل كولابس، ممكن تحصل ديزاستر الأمة تكون عندها عنا أي فكرة. كويس، ففي جانلز كثيرة جدا جدا في كل دول العالم. يعني احنا بس مشكلتنا اننا بنتخوف، بنحصر نفسنا في علاقات، نفس العلاقات. يعني انا ما بقول الناس ما تصاحب سودانيين، الناس صاحب سودانيين، لكن لما ربنا قال وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا، دي ما قالوا بس في الاعراس ساي، دي اساسا يعني عشان الناس اللي بتسافر. كويس، يعني احنا عندنا بس الناس في الاعراس الايه دي بتستعمل مستخدمه يعني، لكن الناس عشان الناس لما تسافر تتواصل مع الناس الثانية، مع البيئات الثانية، تستفيد منها، تعرف شكل جديد للحياة، تقدر تفهم الناس دي عايشة حياتها كيف، تقدر تفهم مشاكلها، وأقل شيء وأهم شيء تقدر تحمي نفسك، تقدر تفهم المجتمع الأولاد اللي عايشين فيه. كويس، فقلنا إنه موضوع التواصل مهم جدا، وضرورة إعادة ترتيب الأولويات. إنه الناس خلاص يعني موضوع الأولاد، يعني خليك من أوروبا، لأنه دائما الناس بيتعامل مع أوروبا، الأوروبيين دايل باحتبارنا هم كانوا هم aliens أو كائنات فضائية، وإحنا ما حنبقى زيهم كده. أنا عايشة في رواندا دي لي 3 سنين، عندي صديقاتي أثيوبية ويوغندية وروانية، الناس دايل بيلعبوا regularly basketball مع أولادهم. كويس، يعني متواصلين مع أصحاب أولادهم والأكتيفيتي، لأنه في النهاية بتصل مرحلة كده بالذات الأولاد، موضوع الونسة والكوميونيكيشن بيناتكم ما بتكون بالونسة، فأنت عشان تقدر تكون في حلقة بتاع التواصل بينك وبين ولدك exactly teenager، بتكون حكاية بتاع أكتيفيتي، تلعب معه جيمز، تلعب معه باسكت، تلعب معه شنو، تشوف اهتماماته شنو، أنت تشاركه. كويس، فالأمهات ديل بيلعبوا، يعني حتى أنا ذاتي كنت في فترة فكنت بتكلم معاهم عن موضوع إنه أنا حاسة إنه أنا بدأت أفقد التواصل مع ولدي، ما قادر أتونس معه، بقى صامت لأنه خلاص دخل في مرحلة بتاعت مراهقة. فهم كلهم قاموا قالوا لي إحنا يعني عندنا نفس الحاجة دي، يعني لكن إحنا عندنا برنامج منظم بنعمل كده، وفعلا مشينا، كان لعبنا فريق حق أمهات وإحنا وفريق حق الأولاد، يعني وفي النهاية الأولاد خلونا نفوز يعني عشان بس يكون هناك. فدي حاجات مهمة جدا جدا، يعني الأمة السودانية ممكن تجيف تعمل عزومة ل 35 نفر، تخدم 3 يوم. كويس، وتكون very proud of herself. لكن لو جو ولدها ولا بنتها قال لها تعالي ألعب معي ولا أعملي معي الحاجة دي، بتكون شايفة هنا هي تعبانة، هنا هي لا، ما في حاجة، ما في حوجة. أنا ما بقول الناس ما تخدم، ما تعزم، ما كده، لكن في النهاية ما في priorities، يعني برضو في زي تواصلك مع أولادك وقربك لهم، وزي ما قالت إيسار إنك تحضر معهم التلفزيون، تعرفهم بيحضروا شنو، تلعب معهم الجيمز. ده أنا بالنسبة لي أهم من المحشي، من إنه الناس تكون تعمل لها حاجة، ولا يعني إحنا بنعبر عن الحب، ده برضو من تأثيرات المجتمع علينا، الثقافة الكلشر. كويس، إنه تعبيرنا للحب نمطي، تعبيرنا للاهتمام نمطي. كويس، اللي هو تعبير هسه تعبير الأم بالخدمات، بالأكل، بالوجبات، بالابتكار في المطبخ، عايدة تعبير عن الحب. لكن هل هسه بقى حوجة، ولا هل في خطر تاني؟ ما هو خلاص احنا وصلنا مرحلة انه ممكن يكون في خطر surrounding لأولادنا. كويس، التغذية ما حتحل المشاكل حقتهم كلها، بقت في احتياجات تانية، عشان كده لازم الزول في أي منطقة يرتب الأولويات حياته. اوكي، تاني بالنسبة لنا أيوة، قلنا إنه لما يكون في تواصل مع العالم الخارجي بيساعدك عشان أنت ذاتك تفهم لغة حوار بينك وبين أولادك، اللي هو نفس النقطة اللي ذكروها وذكرتها أماني في موضوع إنه ممكن تصل مرحلة الأولاد يصلوا مرحلة ما تقدر تقنعهم بموضوع الدين مثلا، لأنه التفكير برا تفكير منطقي وتفكير عقلاني. لما أنت ما تطور نفسك كويس، وما تقدر تواكب وتقدر تفهم وتقدر وتسأل وتتثقف أنت ذاتك، إذا كان في دينك أو في أي شكل من أشكال الحياة. كويس، التربية النمطية الفرض علينا المجتمع، اللي هي التربية حقت عيب، والتربية القمعية حقت ما في حوار. كويس، دي في النهاية بتنهي التواصل ما بين في الأسرة كلها. كويس، بتخلي الطفل يتمرد، لانه هي في النهايه انت يديليفر حاجه بالنسبه له ما مقنعه،
وعايز هو طريقة تفكير مختلفة. انت ممكن تفرض عليه حاجة كويس مختلفة عن جيله، مختلفة عن الظروف اللي حواليه. ما احنا في النهاية في الأسرة في السودان موضوع الدين ده احنا we are supported بالناس اللي حوالينا كلهم كويس، بيمشوا الجامع بيشوفوا الحاجات، ما في زول الليلة البيت شايفة عند بنت خالتها لابسة طرحة، دي لابسة طرحة وبيتبار ومتين واحد تكبر عشان تلبس طرحة، لكن هي عايشة في مجتمع ما في زول لابس فيه طرحة، هي الوحيدة، هي حتكون هي الغريبة، ممكن تكون الوحيدة في المدرسة اللي هي لابسة طرحة كويس، فهي حتحس بأنها هي زول ديفرنت. هل أنت حتقدر تقنعها بنفس الوسيلة بنفس الطريقة للزول اللي عايشة في السودان ولا زول عايشة في الخليج؟ لو أنت أساساً فاقد التواصل معها، فاقد طريقة تفكير أصحابها والناس اللي حواليها والتعليقات اللي حيقولوها لها كويس، والحوار ممكن يدور بينه وبين الناس اللي حواليها، والحوار ممكن يدور بينه وبين المعلم، لأنه مثلاً المدارس في الفترات دي بتنادي بالحريات، كونه إنه أنت تفرض حاجة على واحد من أولادك كويس. المدرسة دي أول حاجة، أول ركن من المجتمع هيجيب بصابك كويس، اللي هو ده الكلام اللي قالته اللي قلناه قبل، باعتبار انه هي كلها تركيبه واحده، المفروض تكون ما مفروض يكون في اختلاف في المفاهيم ما بين المدرسه وما بين البيت، الحاجه دي بتعمل تضارب. فانت لما تكون عايش في دوله اجنبيه كويس، وزي ما احنا شايفين هسه الفتره اللي فاتت كان موضوع المثليين، دي حاجه بقت مفروضه كويس، كيف انت تقدر تخلق التوازن، وكيف انك انت تقدر تربي اولادك في مجتمع زي ده ما في توافق ما بين كل المجتمعات الصغيرة حقته، المجتمعات الصغيرة أو المجتمعات الضيقة الصغيرة صغيرة صغيرة المشكلة للمجتمع الكبير ده فيها تضارب، أنت كيف حتقدر تربيه وكيف حتقدر تخلق التوازن جواه، التوازن النفسي والاقتناع. ده ما حيتخليك ما لم أنت تطلع أنت ذاتك تفهم وتعرف تفكر كده ليه. يعني ما ممكن مثلا المشاكل اللي بتلاقي الناس برضو موضوع السوشيال سيرفيس، الوحدة بتكون فاهمة غلط، ما عندها معلومات عن إنه وطوالب عندنا إحساس إنه إحنا مضطهدين، إحساس إنه إحنا مظلومين، إحساس إنه هم ضاضيننا، هم ما هم ضاضيننا. أنت لو في مركتي من بيتكم وفهمتي السيستم كويس هتقدر تعرفي الروس والقوانين والسورس حقها شنو والهدف منها شنو، هتعرف التعامل معها كويس. لكن لما الاهل يكونوا قافلين نفسهم في جوه البيت وما طلعوا وما وبرضه قافلين اولادهم ومالين راس اولادهم كويس بافكار نيجاتيف عن المجتمع اللي هو عايشين فيه، ده بيخلقوا ازمه كبيره جدا جدا، ازمه نفسيه حاده جدا جدا عند الاطفال كويس. في الحته دي حقوم ارجع اتكلم عن الحتة اللي تكلمت فيها إيسار عن الأثر المجتمع النفسي. أنا ممكن أتكلم عن الأثر المجتمع الغربي أو المجتمع المختلف في المنطقة اللي أنت عايش فيها، اللي هو لما يكون في تضارب بالذات في موضوع مثلا موضوع الديانات كويس. لما أنت تقول لهم والله المسيحيين بيكرهونا، والله المسيحيين حيخشوا النار، والله يعني أنت لما أنت تغذيه بأفكار نيجاتيف كويس، أنت بتولد جواه كراهية للمجتمع هو حيعيش فيه وحيلاقي الناس ديل كل يوم كويس. انت تديه افكار منطقيه وتقنعه وتتناقش معاه كويس، واهم حاجه انه النقاش يكون نقاش بتاع عقل، لانه قلنا انه المجتمعات دي تتفهم احتياجاتها، تتفهم احتياجات الطفل، تتفهم امكانياته، تتفهم امكانيات المجتمع ذاته، لان امكانيات المجتمع اللي انت عايش فيه ده امكانيات اقوى منك بكثير كويس، لانه هم بيمشوا بنظام مؤسسي ما زينا. يعني احنا زي ما قالت ماني في البدايه شغالين شغل بتاع جيرمانيه، شغل بتاع توارث اعراف وعادات وتقاليد، احنا ذاتنا بنورث في حياه لا اراديا جزء منها احنا ذاتنا ما مقتنعين بها كويس. فدي من الحاجات المهمه جدا جدا انه الناس لازم تركز عليها. بالنسبه لي انا مثلا كنت بحاول بقدر الامكان انه دائما بابنا مفتوح، ما عندنا قيود، أولادي مثلاً بيمشوا بصاحبه وأنا بصاحب، أنا ذاتي عشان أديهم إحساس إنه أنا فخورة بنفسي إني أنا مسلمة، فخورة بنفسي إني أنا بلاك، بعد إحنا عندنا كمان تحديات كثيرة إحنا عايشينها كويس، فأنا ما بتدسى، أنا بمشي وبصاحب وبطلع وبنزل وبصاحب دا وبشتغل وبقدم هيلب هنا، لأنه أنت لما تكون فخور بنفسك ده بينعكس على أطفالك. لكن لما تكون انت منعزل ومنزوي في مجتمع كبير زي ده برضه حينعكس على اطفالك، حتخلق زول فاقد الثقه في نفسه، فاقد الثقه في اصله، فاقد الثقه كويس في دينه اوكي. يعني في واحده من الامهات انا قبل كده بتحاور معاها
فبتقول لي انه انا رافضه تمام. بقول لي اولادي ما تتناقشوا، ما تتناقشوا مع اي زول، اي زول يسالكم عن الاسلام ما يتكلموا معه، لانه لو يتكلم معكم عن الاسلام ناس المدرسه حيجيبوا لكم البوليس، يعني مرهباهم تماما من الحاجه دي. فكيف انت تخلي زول يكون فخور بحاجه وتمنعه انه يتكلم عنها؟ ده ما تضارب، ده انت بتولد خلل جوا الزول واحساس بالنقص، وممكن الحاجه دي تشككك. مع انا لو فخور بحاجتي دي ومقتنع بها، شنو بيمنعني اني انا اناقش؟ شنو بيمنعني اني انا ارد على اي اسئله؟ ما في حاجه بتمنعني اني انا ارد. كويس. فزي ما قلت لكم انا ما قاعد، يعني بالعكس بشجع اولادي تماما على انه هم يكون طوالي في حوار عن الاديان. كويس. علاقات قويه جدا، مثلا والدي ممكن يمشي بيمشي بيعمل سليب اوفر مثلا يبيت مع واحد صاحبه امريكي مثلا، بكون حريصه انه ما عندي مشكله، وبقوم علشان مثلا هو ما بقوم مثلا اشيل مصلايه، ما هضرب له كل شويه اقوم اقول له ذكر الصلاه، لانه انا عارفه مثلا في السن ده كده، لكن اديه سيمبل كده يعني يمشي بيه وبيت اهل اصحابه، لانه انا ذاتي انا مسلم ودي مصلايتي. كويس. الحاجه دي ذاتها بتدعم بتعزز جواه احساس انه انا ما داسي انا مسلم، انا ما بخجل اصلي، لانه في اولاد لما يجوا اصحابهم ولا كده ولا شنو بخجلوا يصلوا قدامهم، انا ما بخجل اصلي لانه انا اصحابي واصحابي متقبلين الحاجه. كويس. فالحاجه دي بتخليه بعدك انت لو خليته مشى لمجتمع ثاني، مجتمع كبير، هو ما حيكون خجلان من انه يجي في نص الشارع يصلي ولا في سوبر ماركت يصلي. كويس. حاجة تانية برضو دي ظريفة حصلت قبل يومين، عندي برضو عندنا عمر ولدي عمره 6 سنوات، فبيجي صاحبه بلاي ديت، فأنا جوا البيت، فكان معانا ضيف، أنا لابسة حجاب يعني لابسة توب، فالولد قام علق لي قال لي أنت طالعة برا؟ قلت له لا أنا طالعة أنا قاعدة في البيت. فقام قال لي طب أنت ليه لابسة كده؟ فالولد هو من لتوانيا، فالولد قدر يفهم إنه أنا محجبة، وفي منه أنا لما أطلع البيت، يعني ده زول صغير طفل صغير، لكن هي كان بروسيس وهي كان أكسبت الكلشر حقتي والريليجن حقي. كويس. قال يعني هو في منه أنا جوا البيت، طب أنا جوا البيت أنا ليه ما لابسة الحقيقة؟ الحاجة دي لما أجي أعاين ليها الرد فعل طفلي أنا عليها شنو؟ كويس. دي بشوفها حاجة بوزيتيف جدا جدا، لأنه في أولاد برضو بيخجلوا من أمهاتهم، بيخجلوا من حجابهم، بيخجلوا من الكوميتمنت، بيشوفوا انه انت شكلك زي المتخلفه كده، انت لابسه كده، وبيدسوهم، ما بحبوا حتى انه امهاتهم يمشوا لهم في المدرسه ولا اهله يعرفوا ولا اصحابه يعرفوا انهم محجبه. لكن لما انا اكون طفل صغير من عمره 5 سنين ومن عمره 6 سنين شايف تقبل اصحابه وتقبل الناس اللي حواليه وتقبل ناس المدرسه كلهم، كويس، لامه اللابسة زي إسلامي وبتعبر عن كده، ولا إنها هي ممكن تجيب تصلي في أي وقت، ولا إنه أنا بشارك، أنا بكل الحاجات دي بحاول أخليهم هم ذاتهم يكونوا proud of me، لأنه أنا ممكن أمشي بحجابي السبورت داي، أشارك في الرياضة، أجري، أعمل أي حاجة. كويس. فالعزلة أثرها سلبي جدا جدا على الأولاد، الأثر النفسي وإحساس أنتوا أقلة. دي المسج اللي إحنا بنوصلها لأولادنا للأسف، إنه إحنا أقلة. كويس. إنه إسلامنا ضعيف، أوكي؟ إنه إحنا ناس ويك، إنه هم أحسن مننا. فدي السلبيات للأسف بتتزرع من البيت، ودي الحاجات اللي بتولد بعد ذاك لما الطفل يبقى تينيجر، لما يمشي براو ياخد تخبط بعد ذاك، الناس لا تعرف تبقى ملحدة، لا تعرف تبقى مسلمة، بعدين للأسف حتى شكل الإلحاد اللي بيجي بيظهر هسه ده إلحاد أجريسيف، ما في ملحدين لكن متوازنين، ما دايرين يعبدوا لكن ما عندهم ضغينة تجاه رب ولا دين ولا حاجة معينة. لكن للأسف الحاجات اللي بتتولد نتيجة لتربية زي دي، كويس، تربية بتاعت إرهاب، تربية بتاعت ضغط، تربية بتاعت ما في كوميونيكيشن، الحاجات إلزام أو دين روتيني زي ما نحن بنقول، بتولد إلحاد أجريسيف، كراهية للدين، كراهية للقوانين، كراهية للأسرة، كراهية لكل حاجة، او 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 كمان اللي مش تمشي الاوبوزيت سايد كمان تشدد برضه على سيدي، ونمشي ده كمان على ناس داعش يعني. كويس. فدي كلها، دي كلها تاثيرات، كويس، لخلل توازن تربوي ناتج عن اختلاف البيئات اللي احنا بنعيش فيها. والحاجه دي
ممكن تكون طبعا واضحة جدا very sharp برا، لكن برضو في السودان حاصلة، لأنه فعلا يعني في نهاية الأهل مفترضين إنه أولادهم ديل لسه كل هم الميديا، هم الانفورميشن. أبدا الأهل ما، وبالعكس كمان الوضع في السودان أصعب، لأنه الأهل مشغولين، أهل مضغوطين جدا جدا، ما عندهم وقت حتى إنه ينتبهوا لو إنه في السلوك حق الطفل بيجا أوت ولا ديفرنت. وعندك عندنا الثقة كمان هناك، أنت لما تكون حاسس نفسك غريب بتجيب شوية كده، بتعاين، بتلاوز، لكن لما تكون أنت في البيئة حقتك ما حتشك، ما حتخاف. هرسله لأي بيت صاحب، حوديه هنا، حخليه ينزل مع الكوتش ده، هو ذاته حيكون حيتعامل مع الناس بأريحية شديدة، ما حيكون متعامل بحذر، فمن كده بيخلي الخطر ذاته بيكون كبير على الناس. الحته بتاعت الكوميونيكيشن دي يا استاذ ايمان، يعني انا مؤخرا اكتشفت انه والله في حاجه كويسه جدا ممكن تخليناك متواصل مع اولادي. انا قاعد في قطر، هم في خرطوم، اللي هي الفيديو جيم، فبقيت العب معاهم ببجي. ففي اللعبه نفسها بيكون في تواصل وفي ضحك، بدوني معلومات عن نفسهم، تصرفاتهم نفسه في فريق اللعبه، بقدر اعرف منو بيفكر في شنو. بيكون مشتاقين طوال ده نلعب تاني مع بعض، نتونس. في نفس الوقت اي حاجه بقولها لهم بيسمعوها بصوره يعني اوتوماتيك، بانفتاح اكتر. فبلاحظ مثلا في امهات بتلقيهم موجودات في الفيسبوك، موجودات في هناك بصوره مكثفه جدا جدا. عندنا كورس اسي عملناه اسمه سكراتش كودينج، جبنه المبادره دكتور اميه وهاش عبد المطلب، واحده من شفيه الباحثين السودانيين، وبيدري فيها الباشمهندس مرغني، مرغني مؤتمر. المبادره دي في امهات كتار فيري اكتف في فيسبوك، في مجموعه الباحثين السودانيين، مجموعات ثانيه انا موجود فيها، ما جابوا اولادهم، ما دخلوهم. انا مستغرب في انك انت موجود ومتابع السياسه واللايفات ولايك هنا وشير هنا وبتاع، لما جات فرصه لتدريب اولادك معناها الاتنشن بتاعك، الاتنشن سبان بتاعك انت موجه تجاه نفسك ما اولادك، ما جايب خبرهم. هم طبعا في الوقت تكون عندهم عوالم تاني عايشين فيها واصحاب تانيين وفيديو جيم، ويعني في عدم ترتيب للاولويات. الامهات اللي قاعدين في السودان، الامهات اللي قاعدين برا السودان الا من رحم ربي، صح ولا لا؟ والله دي حقيقه طبعا، يعني جزء كبير جدا جدا كويس. وزي ما بقول لك الحاجه دي ممكن تكون اثر المجتمع لعب فيها دور كبير جدا جدا، لانه حجم دور المراه كويس. فالحاجه دي خلتها تفكر انها هي يعني الوحده في النهايه، حتى لو واحده فكرت ساي انها هي تمشي تشتغل مثلا وعندها اولاد في البيت، او مثلا تمشي لها كورس، ناس كتير جدا ممكن يقولوا لها والله ده اهمال منك لاولادك، انت ما في داعي اساسا انت مش تعمل الحاجه دي. فبيجي المايند سيت حقها انها هي عندها مهام معينه، طالما انها هي شفلفل المهام دي معناتها انا ما قصرت مع اولادي كويس. والحاجه دي ذاتها خلت عندها يكون لو سيلف استيم، انه انا ما حقدر، انا ما حعرف. يعني انت بتتكلم عن السكراتش، حاجه عندها علاقه بالتكنولوجيا كويس. احنا الفتره اللي فاتت كنا بنوعي الامهات عن طريقه انه انت كيف توعي طفلك وتتواصل معاه عن الامور، الثقافه الجنسيه مثلا. يعني دي ما حاجه دار كمبيوتر صح، حاجه بسيطه جدا جدا. هم ما عندهم الكاريج انه هم حتى يقدروا يتكلموا مع اولادهم في حاجات زي دي، لانه هم ذاتهم لما كانوا بنات ولا اولاد زمان صغار ما تكلموا معاهم في المواضيع دي، ما تكلموا معاهم. لكن ما انت بعد ذاك بيكون يعني مثلا الاكسس للحاجه دي بقى ما صعب، زي ما انت قلت هم قاعدين في الفيسبوك، هم بيقروا بيشوفوا متابعين، يعني زول ممكن يقرا لكن ما بيبادر. اخر دراسه اتعملت في قالوا انه احنا شعب ما بنبادر، احنا شعب بنتلقى معلومات بس، صحيح. لكن ما بنعمل، ما عندنا انتر اكشن. اخر دراسه قريتها في انه الاطفال واللغه بتاعتهم المستحدثه في تخاطب مع بعض في مجموعات بتاع السوشيال ميديا موجودين فيها ابهاتهم. يعني اولادي انا معي في فيسبوك، لو الاثنين موجودين في مجموعه والبروفايلات بتاعتنا مفتوحه في الببليك، الاطفال بيتكلموا بلغه
الظاهره انه الامور كويسه وباطنه كلها كودينج وشفرات فيما بينه. ايوه في كتاب ممتاز جدا في الحته دي بتاع دانا بويد اسمه اتس كومبليكيتد، هي باحثه في مايكروسوفت ريسيرش. الشاهد في الموضوع انه برضه من الدراسه دي برضه انه الاطفال من عمر 12 سنه بيكونوا اكسبوزد لكميه بتاعت بورنوغرافي. ايوه يعني أيوة. كميه أيوة. بتاعت مشاهد جنسيه كثيفه جدا جدا في الانترنت. هم ما بيمشوا لها برام، هم تارجتد يعني بالضبط. الجيمز العاديه دي كويس ممكن عشان يقدر يعمل لها داونلود، بالذات هسه في السودان مثلا انت عايز تنزل جيم بتعمل شنو؟ بتنزل في بي ان اول، الفي بي ان نعم. ده بيفتح لك كل شيء، وهم صحيح. دي تارجتد لانه مثلا الكوكيز الحاجات دي كلها في التليفونات دي، ما عارفين الايج جروب حقك، عارفين هم دي تارجت يو لشنو، بيصلوك يعني ما الطفل هو بيمشي الحاجة دي هي بتجيب لحد. نعم. في ناس برضو بيفهموا الموضوع من انه يعني يفترض نمنع الاطفال من الانترنت ديل كانه بتمنعهم من انه يطلعوا في الحله، علما بانه الحله ممكن ان في ناس يتنمروا عليهم ويستغلوهم جنسيا وكده. دي الشكل بتاع الحياه الجديده وده المجتمع بتاعهم الجديد. يا اما هم يكونوا مربيين وموجهين بصوره كويسه تخليهم يعيشوا فيه بصوره صحيه، ولا انت حتحرمه منه حيجوا راجعين له باللفه وانت ما عارف، انت بره المعادله كمربي. بالضبط. تمام. استاذ ايسار عليها ايسار موضوع انه التربيه ما تصحيح سلوك، هي مبادره. هي حتتكلم عنها الحته دي. بالضبط. حتى دائما يا ايمان اذا متذكر في مجموعاتنا دائما بنقول انه كونك تكفري طفلك من المجتمع ده ما اسمه ربيتيه. انت بتدربي طفلك وبتربي، بتوريه شنو الصح وشنو الغلط، وبتفك الطفل. التربيه جزء منها تدريب. يعني حتى مثلا اذا انت خايفه طفلك يحصل له تنمر في المدرسه، هل حتوقفيه من المدرسه؟ مستحيل. انت حتدربيه كيف اتعامل مع التنمر اذا حصل لي في المدرسه، في الحله، في الدكان، في الجيران. انت حتدربي طفلك انا المفروض اتصرف كيف، وبعد كده بتفكيه. لكن ما ممكن حتكفلين كله نفسها اذا مشيتي وديتي مجتمعات ثانيه. كبير عجبتني حتتين اتكلمت عنهم يا ايمان، كتبتهم عشان قلت اتكلم عليهم. الحته بتاعت خوف الاسر من المجتمع البرا، وبيكونوا ما فاهمين السيستم، للناس اللي بيطلعوا برا السودان وبكونوا ما فاهمين السيستم وبيقفلوا روحهم شديد. الحاجه اللي حصلت عليها كثير من الاسر مثلا اللي بيرجعوا بعد كده بلاقيهم عشان نساعد الأطفال يندمجوا مثلاً في مدرسة، يندمجوا مع المجتمع هنا في السودان، فبكتشف إن الأم للأسف، ودي حاجة ما حصلت مرة أو مرتين، دي حاجة أنا يعني ملاحظة، إن الأم بتقول لي أنا ما قدرت أربيهم لأنه أنا كنت خايفة منهم برا، بخاف يضربوا للبوليس، بخاف يشتكوني في للسوشيال وركر، فدائماً أنا كأنه هم الأطفال بيبقوا فوق، يعني هم المسيطرين عليها. دي لانه هي ما فاهمه السيستم شنو، هي ما فاهمه انه حيضربوا للبوليس مثلا، هي فاهمه انه حيضربوا لهم في اي وقت. لحد ما لقيتني واحده من الامهات كانت جايه برضه من برا، فبتقول لي انه اولادي بدوا يهددوها انه حيجيب البوليس، حنجيب البوليس. قامت هي وريتهم مش حتجيب البوليس، قالت لهم بالمناسبه انا برضه كأم لما انتوا تعملوا لي زي حجيب البوليس عادي، يعني ما في مشكله. ف بيقوا انه هم انه انت جاده يعني انه عادي ممكن احنا نجيب وانت تجيبي، فبقيت انه حتى دي خلاص احنا عادي نخاف منها، لانه هي فاهمه السيستم كويس انه ما لعب، يعني انت حتجيبوا لي البوليس في اي حاجه وانا ما اخاف منها. الحته الثانيه بتاعت اختلاف المجتمع اللي انا بكون قاعد فيه، بغض النظر يا المجتمع، لما انا اكون قاعده في مجتمع مختلف وازرع في اطفالي كره تجاه المجتمع اللي هم قاعدين فيه عشان انا افكاري ومعتقداتي كده، للاسف اطفالي حيحتكوا بالمجتمع ده الا اذا حتحبسين في البيت. هم حيحتكوا بالمجتمع، حيكتشفوا براهم، حيتعلموا براهم هل فعلا المجتمع ده بالسوء اللي انت بتتكلمي عنه ولا ناس كويسه. ممكن تكوني انت السبب اللي يودي طفلك للالحاد، لانه حيقول والله امك طول الوقت بتقول انه المجتمع ده الناس ده كعبين سيئين، انت ما شرحتي له السبب شنو، بس هم كعبين، هم لا هم شنو، انت بتربي بالطريقه دي، هو حيمشي يحتك يكتشف لا والله دي الناس كويسين شديد وناس محترمين وناس مهذبين وناس عندهم قيم ومعاداتهم. طيب المشكله وين؟ يبقوا بيبتدي يحس انه انا عايز انتمي للناس دي. بغض النظر عن نيات المجتمع، عن نيات ما بس من ناحيه دينيه، من كل النواحي. فدائما انا يعني بشوف انه الحاجه الكويسه لما انا اكون في مجتمع مختلف انا اعزز الحياه الايجابيه بتاعتي،
ما أركز في سلبيات المجتمع الثاني، أركز أنا مسلمة، أنا سودانية، أنا زي ما قلت نحن بلاك. طيب شنو حياتي الإيجابية اللي عندنا؟ أوكي إحنا إحنا سودانيين، عندنا ده وعندنا وعندنا، ونبتدي نعكس الحاجة دي. يعني بتذكر حتى صحباتي في الخليج لما بقت بتعمل مثلا في الانترناشنال ده بتاع مدارس أولادها، بقت تعمل الكورنر بتاع السودان بيكون أكبر وأرغب كورنر في المدرسة، وأطفالها بيكونوا مبسوطين، والأهل كلهم عايزين يجي يصوروا، عايزين يجي يذوقوا الأكل بتاع السودان، وتصوروا بتعمل يعني حتات الناس ممكن تصوروا فيها. فهي زرعت فيه منه يعني إحنا ما دارين نحاكي ناس، إحنا سودانيين ومبسوطين، أي إحنا مش بنتعلم في المدرسة. يعني بالضبط، فدي الفكره. لما انا امشي مجتمع مختلف ما اركز في سلبيات المجتمع الثاني، ركز بايجابيات وبخليك فيها. طفلك ازرع فيه ان احنا حجته ضعيفه بيميل لانه ينتقد الزول الثاني، فانت لو حجتك قويه بتعزز كلامك بحجتك، ما في حاجه تخليك انت عشان تستعرض عيوب الطرف الثاني. لكن ده للاسف ضعف حجه ناتج عن خلل في التربيه حقتنا احنا زادين، لانه انت ممكن عادي طفلك يسالك ليه انا اعمل كده، ليه حرام، انت لازم تكون عارف الاجابه، لانه احنا ما تربينا على النقاش، ما تربينا على انه احنا نقتنع بالحاجات. يعني احنا لحد ما مرقنا مثلا بقينا نحاول انه نقرا ليه احنا بناكل لحمه خنزير. يعني انت حتى ممكن حياتك كنت درسوك لها في المدرسه، خليه بالبيت. يعني البيت ده ممكن تكون الام تعليمه بسيطه، الاب ما متعلم، لكن ما ممكن في المدرسه يوروك الحاجات ويقول لك الحاجه دي حرام، لكن ما يوروك يعني مثلا لوجيك ريزن ليها. يعني فده خلل عظيم جدا. يعني دي حاجه حقيقيه والله. صحيح، تفضل دكتوره. يعني المساله بتاعت زي ما انا قبل قلت لكم قصه تعقيل القيم الاجتماعيه ما تكون حاجه نتناقلها كده بس، يعني لازم القيمه ذاتها يعني احنا يعني نعقلها، ولازم نفكر في انه اي حاجه احنا السلوك اللي بنعمله يعني نربط ما بين التفكير المنطقي والعقلاني في أي شيء في حياتنا يكون ديدا بالنسبة لنا. أنا الحاجة الأكثر يعني كلامي ما شاء الله جميل جدا وعكس صورة واضحة جدا للحياة. الحاجة بس الدائرة الفتلان النظر إنه يعني التربية هي تفاصيل صغيرة يا جماعة، والتفاصيل الصغيرة دي هي بتعمل في الطفل تأثير ضخم جدا في المستقبل، ممكن يكون في تركيبة حياته، ممكن موقف واحد يعني. وإحنا جينا لموضوع حساس كان ماخذ مننا مساحة في الأيام الفاتت دي في الجروب بتاع جروب مع صحباتنا في قصة لأنه كان أسبوع المثليين وكده، في إنه طفلك لو جاء سألك أوكي سألك سؤال يعني محرج بالنسبة لك أنت ما قادر تجاوبي عليه كويس، السؤال اللي سألك هو كسر الحاجز وسألك، لو انت اديتيه اجابة غلط وعرف ليتر انه هو اجابتك دي غلط ما حيرجع تاني يسألك نهاية وما حيثق فيك، اذا انت قفلتي باب وعملتي عدم ثقة ما بين العلاقة بيناتكم. ولو انت اديتي ليه انك انت مستاءة أو ما عندك رغبة حتى لو في تعابير وشك ساي هيخاف وما حيجي يسألك تاني كويس. فأنتي الحدث الواحد ده، أهلا يا عزة، الحدث الواحد ده لو حصل يعني حيأثر على علاقتك معاه في انك تتواصل له معلومات مهمة جدا. واحنا تكلمنا عن التشالنج الحصي حاصل، والتشالنج ما بس عندنا احنا هنا في الدول الغربية، التشالنج برضو حاصل في السودان يا جماعة، واحنا عارفين المسألة دي ما ننكرها. لو ما انت كنت انفتحتي وزي ما قالت قبيل استاذة ايسار المبادرة، وانا عجبتني جدا المسألة دي في كلامك يا ايسار، انه التربية بالمبادرة ما تستنى تصححي. لو هو سمع كلام من برا وانت يفايند اوت بعد ذاك وبديت تصححي، المهمه قد تنجح وقد ما تنجح وبتكون فيري ديفيكلت وبتخلي الطفل كونفيوزد. لكن اي معلومه بالذات في الاشياء اللي احنا عارفين انها هي بنختلف عن في ثقافتنا بتختلف عن باقي المجتمع اللي احنا عايشين فيه
وبالذات في قصة المدارس إحنا بالنسبة لنا أنت خليك أنت المبادرة وأنت أفتحيها مع طفلك، ولا تستنيه هو ذاته يجي يسألك، بالذات لو أنت مدركة تماما إنه ده عمر المناسب لأنه يعرف فيه المعلومة دي كويس. وإحنا عارفين في أشياء محتاج إنك تمشي ترجع، وهنا بنرجع لإنه أنا بقول هي الوعي بتاعك، وانت ثقفي نفسك في التربيه على اساس انك انت تكوني عارفه في السن المناسب ده انا مفروض اتكلم مع ولدي في شنو. ما تستنوا، دي مشكله خطيره جدا، وفي السودان بالذات الثقافه الجنسيه يعني بالذات في السودان يعني احنا بنتحرك جدا. كونوا انتم المبادرين فيها مع اطفالكم، وفي النهايه هي تفاصيل صغيره صغيره، كل التربيه بتنعكس فيها في النهايه. بالنسبة للحتة بتاع تعبير الوجه دي، بس علشان أدي مثال يساعد الناس لأن تطرقت ليها، كان برضو في ويركشوب ونفس الكلام برضو بتاع إنه الإنسان يكون مبادر. فإحنا المدرسة كانت بتقوم بتعمل لنا اجتماعات بتورينا بالذات الحصص بتاعت الهيلث والثقافة الجنسية، فبينادونا أول بيورونا إحنا حنقري أولادكم كده، الايج ده حيكون كده والايج ده حيقروا كده والايج ده حيقروا كده، لكن أنا احنا شايفين انه انتوا في الاول مفروض تتكلموا معاهم. وهذا ودي نفس النقطه اللي قالتها ماني هسه، انه البيت لازم يكون هو المصدر الاول للمعلومه، حتى المدرسه مع انه هم المدرسه ممكن يكونوا شايفين نفسهم مؤهلين اكثر مننا، لكن هم مقتنعين بانه البيت هو الصوص الاول. بالنسبه لموضوع تعبير الوجه ده، فقام كان في تمرين جميل كده عملوه لنا، انه لازم يكون عندك الكالم ماسك، تكون انت لابسه كده طوالي في وشك، ولما يجي يسالك طفلك من اي حاجه يو شود ان بانيك، تحاول بقدر الامكان وتعمل تمارين. يعني حتى الاستاذ كان بيعمل لنا تمارين، انه لو جاء قال لك مثلا انا سرقت قروش مشان انت لازم تكون كالم، ما يكون في رياكشن بعد ذاك الخوف. طالما جاء بادر، انت اول ما تخلعوا رياكشنز غريبه هو طوال حيزعل حيمشي، يا يعني اما ما حيكمل لك القصه، يعني غالبا ما حيديك المعلومه كلها، او مشى وثاني ما جاك راجع ثاني كويس. ف ايوه انه بعد ذاك انت لازم تكون كنترول كنترول حتى، وحتى لو انت ما قادر تعمل الحاجه دي ما دونت كيب اي كونتاكت، تحاول بقدر الامكان مثلا واحده الام تعمل نفسها مشغوله في حاجه، انت عارفه ان الموضوع خطير مثلا كده، ما تخليه وعين لعيونك دايركتلي عشان ما يشوفك انه انت مخلوعه وبانيكينج، لانه الرياكشن حق وشك ده كويس وحيحدد هل الموضوع ده حيمشي، الحوار ده حيواصل ولا حيكيف. صح صح بالضبط كده. انا ما قادره معلش افتح الكاميرا لانه الشبكه بتضعف شديد، وعايزه استمر معكم في النقاش، ما عايزه اطلع زي جبال افصل، فعشان كده معلش قافلاها. في الحته بتاعت التسقيف، عارفه يا ايمان دكتور اماني، حاجه انا لاحظتها، نحن عندنا الشغل في برضه تبع المركز بنشتغله مع الامهات والاطفال. في الحته بتاعت التسقيف للاطفال ما بنبتدي نحن كمركز الا الاطفال يكون من عمر 10 سنين لفوق، اقل عمر 10 سنين. فبيجوا امهات لاطفال بيكون، وعندنا موازي لها بتكون في للامهات، إنه أنت كيف تعمل تسقيف طفل جنسي لأطفالك مثلاً. فبيجوا أمهات بيكون أطفالهم أصغر من 10 سنين، بيقول لنا إحنا عايزينهم يدخل معاكم المجموعات، إحنا ما قادرين نقول لهم الكلام، يعني أحسن يجي من حتة برا. فالحاجة دي صعبة شديد يعني للأطفال، يعني أطفال أصغر من 10 سنين دائماً بفضل إنه الحياة دي تجي من المجتمع الصغير حقهم اللي هو الأسرة. ليه؟ لأنه هنا بتزرعي قيمكم انتم. انا هتكلم من ناحيه علميه، انا ايسار هعكس القيم العلميه اللي انا قريتها، القيم العلميه العامه اللي انا بشوفها، لكن انتم كاسره عندكم قيمكم، عندكم حاجاتكم، عندكم الصح، عندكم الغلط، انا ما حقدر اجيبه، انا ما حقدر اعرفه. فدائما ده بكون البوينت حقي، انه انتم كاسره كالمجتمع الصغير بتاع طفلك في كل حاجه لازم يكون عندك دورك، ما تنتظري زول يجيبه لك من برا، ما تنتظري زول يعني يربي لك طفلك. الحاجة الثانية زي ما قلت يا دكتورة أماني، لو طفلك دائما إحنا بنقول إنك تدخلي له معلومة أسهل من إنه إحنا نصلح معلومة، فكون طفلك تجيب معلومات من برا بغض النظر عن هي يعني نوع من المعلومات، وبالتأكيد هو حيتأثر بالمجتمع اللي هو قاعد فيه، طالما إنه طفلك حتجيب معلومات من المجتمع من برا أسهل لك تديها له وإنت، بغض النظر المعلومة اللي هي حتجيب شنو ليها علاقة بياته موضوع.
أسهل لك أنت كأم. عشان كده من ناحية نفسية بننصح كل الأمهات خليكي واعية بالمراحل بتاعة التطور بتاع طفلك عشان تعرفي يا معلومة بتناسب يا عمر، عشان تعرفي يا عمر بفكر بيا طريقة، عشان تعرفي تأثير المجتمع حيكون أقوى في يا عمر. ما كلهم زي بعض، الأطفال لحد 3 سنين ما نفس الأطفال لحد 5 سنين، إحنا بنشوفها فرق صغير لكن التفكير مختلف. الطفل من 5 سنين ل7 سنين التفكير مختلف تماما، الطفل لحد يصل قبل مرحلة المراهقة حاجة ثانية. فأنت أم كأم بغض النظر عن إنك قاعدة في ياتو مجتمع لازم تكوني واعية بالحتة دي، لأنه أنتوا بالنسبة له المجتمع الأول، أنتوا النقطة الأولى اللي أنتوا حتجهزوه عشان يطلع للمجتمع الكبير. نعم طيب معلش يا دكتور أماني، معنا الأستاذ محمد جمال الدين الكبير، كلمتكم على السلسلة اللي بيقدمها الباحثين السودانيين حاليا اللي هي سلسلة سايكولوجية الزول السوداني، وقضينا 3 حلقات منها وبكرة إن شاء الله الحلقة الرابعة. أستاذ محمد يا ريت قلت داير مداخلة. أهلين أهلين أهلين، كيف الحال؟ سامعني؟ سامعني؟ مسموع تمام تمام. جدا جدا، انا كان مفترض اكون طبعا معاكم من البدايه لكن حصلت لي يعني ظروف فنيه وبالتالي، لكن كنت سامعكم طول الوقت، كنت بالحقيقه في الخارج وكنت سامعكم طول الوقت، ويعني سعدت جدا بالمشاركات النيره من الشابات الرائعات الفاهمات، وشكرا لك يعني. وزي ما قال دكتور أنور مرة من المرات أنا سمعته بأنه نحن عندنا سلسلة اسمها سايكولوجية الزول السوداني، بالتالي أنا ما حأسرف في الكلام، يعني حشارك معكم مشاركات مختصرة، مشاركة مختصرة، وحظل معكم أسمعكم، وأنا شايف أنكم إنتوا يعني شفتوا عاينتوا للموضوع من جوانب مختلفة. وأنا في الحقيقة الجلسة دي حقت سايكولوجية الزول السوداني فيها سيف وفيها شجر، يعني دي ما يعني مختصة بموضوع اليوم، يعني السيف ده عنده موضوع يعني الناس ما يندهشوا يستغربوا. يعني الحاجة المهمة جدا أنا لاحظتها بأنه في 3 إيشوز هنا. الإيشو الأول هو الكبار والصغار، وأنا هقول شنو يعني، والإيشو الثاني الكبار والصغار، والإيشو الثاني هو موضوع موضوع الداخل والخارج، يعني السودان الأصل والناس الجاليات الموجودة في الخارج، وبقت ترند طبعا بعد النظام السابق، يعني شرد ناس كثيرين جدا، بقى عندنا جاليات كبيرة جدا في أمريكا وفي أوروبا، وأنا عايش في هولندا في لاهاي بعرف بأنه برضو في جالية لأول مرة في التاريخ يكون عندنا جالية في هولندا، ده كلام عجيب جدا في التاريخ. نحن ما عندنا أي تواصل مع هولندا ولا بنعرف اللغة الهولندية ولا في أهلنا بس بيعرفوا الوابورات الهولندية، لأن الهولنديين شطار في مسألة الموية وكده، فبس ده اللي بيعرفوه. لكن لحد العام كم 60 كم 70 كم 80 في 4-5 سودانيين بس في هولندا، شفت كيف؟ نحن الآن عندنا جاليات واسعة جدا في ألمانيا وفي فرنسا، ناهيك طبعا عن الخليج والسعودية والإمارات، وعندنا ناس لحد الصين وكوريا، قصة غريبة جدا، حتى الأستاذ أنور كان في كوريا في يوم من الأيام، شفتوا كيف؟ بالتالي أسعى أنا قلت 2 إيشوز، الإيشو الأول هو مسألة الصغار والكبار، هي مسألة واحد بالمناسبة، والمسألة الثالثة والأخيرة أنا شفت الشابات تحدثوا عنها هي مسألة الأيدنتيتي بالذات في الخارج. حقول كيف؟ أولا أنا ما حأقلب الترابيزة على الحوار، لكن حاقول بأنه في الحقيقة مسألة التربية دي ما متعلقة بالطفل فقط، لأنه هي بروسيس دائم، يعني الإنسان من المهد إلى اللحد هو مفترض في بروسيس بتاع التربية وتعليم بشكل مستمر. حتى الإنسان العمر 60 سنة بالمناسبة ممكن يرتكب حماقات الأطفال الواعيين ما بيرتكبوها، بالتالي هو بيمشي السجن، السجن دي معناتها تربية بالمناسبة طبعاً، بيربوا فيك من جديد لأنك أنت ما تربيت يعني لسبب من الأسباب. فأنا هنا داير أقوله شنو؟ إذن إنه في الحقيقة نحن نعايل لنفسنا أول، يعني الناس الكبار ديل نفسهم
اللي هم أسف في الوقت الحاضر هم شغالين في الاقتصاد وفي التجارة وفي البيزنس وفي السياسة وفي قحط وفي تجمع المهنيين وفي الأنظمة السابقة والأنظمة الحالية، الأمهات والآباء، الناس ديل هم نفسهم عندهم بروبلم. بالتالي أنا بتصور إنكم في المستقبل تتكلم عن محو الأمية التربوية، يعني الناس زي محو الأمية بتاعت التعليم، نتحدث عن محو الأمية، نحن ما متعلمين. أنا شايف الشابات بيضربوا مثال بواقعهم. أنا إذا ضربت لكم مثال بنفسي، أنا لما جيت أوروبا إذا ما عندي بارتنر بجوع، يعني لا أكل من المطاعم، لأنه أصلا ما تعلمت أطبخ، ما تعلمت أغسل ملابسي براي، ما كنت اندبندنت ولا مرة في حياتي الريجارد تو حاجات إيشوز مهمة جدا اكتشفتها لما بجيت براي. يعني أنا كنت عايش في بيتنا زي كل الناس طبعا في السودان، زول بيكون عايش في بيته، ولحسن الحظ ولحسن الصدف اني مشيت جامعة خرطوم وكانت داخلية، بالتالي كانوا يعني عندنا اكل وعندنا نظام وعندنا يعني ناس بيطبخوا لنا وعندنا ناس بيغسلوا لنا ملابسنا. انا لما خرجت من الجامعة، انا من البيت وفي الجامعة لم اتعود على انه اكون اندبندنت. هذا يحدث للجميع، انا لست بشيء، يعني انا ما مثال للناس، في ناس أسوأ ولكن في ناس يعني دربوا نفسهم وكده، لكن الغالبية العظمى مننا الرجل ما بيقدر يعتمد على نفسه، والمرأة كذلك. يعني الرجل بيجيب مرة عشان تدير له حياته، والمرأة مرات كثيرة جدا بتذهب إلى رجل عشان شنو؟ عشان ظروفه بس، يعني ما أكثر من كده. وبعد ده قصدي بأنه هي ما اندبندنت، ما بتقدر تقيم حاجاتها، بالتالي هي بتكون مجرد شغالة في كثير من المرات، لأنه هي برضو كمان ما يتعودت تكون ريسبونسبل. إذا ضربنا مثال مثلا بمجتمعات حولنا زي الحبشة ومصر، النساء عندهم مور اندبندنسي، هم مسؤولات من نفسهم أكثر ومدربات جدا، بالتالي هم بيقدروا يعيشوا في مجتمعات مختلفة وبيقدروا يتصرفوا بشكل أفضل. وبنعرف انه كيف الرجال السودانيين، يعني بعضهم طبعا، مش بنقول الرجال السودانيين مطلقا، بعضهم بيحتفوا كثير جدا بالمرأة الحبشية باعتبارها هي بتعرف، لأنه هي بس تدربت على أنه تكون responsible وتدربت على أنه تكون independent، بالتالي اكتسبت qualities أفضل من بعض النساء السودانيات. وطبعا دي قصة أخرى، أنا ما حأسرف لأنه عندنا حلقات نحن بنقدمها اسمها سيكولوجية الزول السوداني، تقريبا كل أربعة وسبت، وسع عملنا فيها 3 حلقات، وبكرة الساعة 6 مساء الحلقة الثالثة، سوري الرابعة، وحنتحدث فيها عن قضايا مشابهة، لأنه بنتحدث عن نفسيات الزول السوداني ومنظومات الغيم اللي بتشكل مخيال منذ المهدي إلى الموت إلى اللحد دي، بالتالي هي يعني الإشو ده داخله. أرجع للموضوع الثاني، سيتحدث عن الموضوع الأول، نحن كلنا عندنا قصور في التربية، والأجيال الجديدة دي ربما عندها حظ أفضل مننا بالمناسبة، لسببين أساسيين جدا. السبب الأول إنه لقت أجيال زي الشابات اللي بتكلموا ديل عندهم وعي أكبر، وبرغم القصور بتاعنا كلنا رجال ونساء في تربيتنا وتعليمنا، ولكن برضو أفضل من الماضي السحيق ده واحد. والسبب الثاني هو التطور الريليتيف للاقتصادي ووسائل التواصل الاجتماعي اللي جعلت انه العالم قرية واحدة وجعلت الناس فوكس ون الأحداث، يعني إذا في مرة أو خادمة بتضرب طفل في الخرطوم أو الرياض أو هولندا، من المحتمل أنه في كاميرا تصورة. ده في الماضي ما كان حاصل، كان التعذيب والضرب ده مستمر، والضرب طبعا حاجة أنا ما هتكلم عنها، لكن دي أسوأ وأخطر حاجة على وجه الإطلاق. يعني مفترض أي عنف جسدي أو لفظي، ده مفترض القانون يدينه، وإنه الأب أو الأم، الأخت أو الأخ اللي بيعذب أي طفل تعذيب جسدي مهما الطفل ارتكب من حماقات، ده طوالي مفترض يدخل السجن، لأنه ثبت طوالي علميا وفي جميع المجتمعات المتحضرة بأنه التعذيب الجسدي ما عنده إلا نتيجة واحدة سلبية وخطيرة. ده الموضوع الثاني. الموضوع الثالث والأخير، موضوع الايدنتيتي، ده شأن آخر. يعني الايدنتيتي بأنه الطفل في الخارج، أنا المرة دي بتحدث عن الناس في الخارج،
مفترض الناس ما تتحدث عن الايدنتيتي انه هو مسلم او هو اسيل، لانه الشابات هم يعني من المتحدثين يعني المعانا وكلنا يعني حتى لا نمثل ثقافات السودان المختلفه. انا بتاع انثروبولوجي يعني اسمحوا لي اقول لكم الملاحظه دي، لانه من ثقافتكم والطريقه اللي بتتكلموا بها يعني هنا ما السودان ده ما منوع جدا، يعني حتى الاسلام فيه هو في الحقيقه منوع في المقدار والنوع. وكمان شنو، السودان ما فيه بس الاسلام، طبعا فيه الكيور وفيه المسيحيه وفيه ناس كمان ما لا دينيين، ديل برضو نحن مفترض نعتبرهم في نظام الدوله الحديثه انه الزول مثلا ما عنده دين ما بتاع دينه مفترض، صح؟ يبقى ده زول موجود في المجتمع ونحن ما نشتغل في ادانته بشكل مستمر لانه ده خياره. ثم انه بعد ذاك نحن ما تحدثنا عن الثقافات الاخرى في جبال النوبة وفي دارفور وفي الجنوب سابقا، لان عندنا تداخلات ما زالت معه اقتصاديه وتجاريه وثقافيه، وعندنا اكبر حدود معه، وثقافات الانسان في النيل الازرق وفي البحر الاحمر وفي السودان الشمالي الاقصى، انه الناس ديل بتعاملوا كيف، الثقافه بتتعامل كيف مع الاطفال، وحاجيات الاطفال هي شنو في المجتمعات دي. دي برضو قضيه مفترض نعتبرها يعني في المستقبل. انا دي يمكن مداخله مني شويه، يعني انا عندي بعض الحاجات اللي ممكن اقولها لقدام، لكن ادي الفرصه الشابات والمايك معاك دكتور انور. شكرا شكرا استاذ محمد، بكره ان شاء الله حنواصل في الحلقه الرابعه ان شاء الله من سيكولوجيه التزول السوداني. شكرا لك للمداخله. طيب دكتور اماني معلش انا كان دخلت في الموضوع، تفضلي. انا بشكر جدا دكتور محمد جلال على المداخلة الجميلة. كمان أستاذ محمد جمال. أنا أستاذ محمد جمال. أيوة. أستاذ محمد جمال. معليش أنا لازم ألبس النظارة إذا. لا لا الله يديك العافية إن شاء الله. تعبتني. لكن أنا عجبتني جدا المداخلة بتاعتك، ويعني سعيدة إنك لقيت الفرصة إنك أنت طرحت مجموعة من القضايا بالمناسبة مهمة جدا. بديت بقضية عرفت التربية. ويمكن احنا ما ساعفنا الزمن، وهي مشكله الزمن، يعني جزء من القضايا اللي انت طرحتها دي يعني احنا بس ما ساعدنا الزمن ان احنا نغطيها. لكن انا هسه هحاول بس، يعني هي التربيه حقيقه زي ما انت قلت، التربيه ما هي تربيه لاطفال فقط. التربيه هي عباره عن 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 عمليه مستمره، يعني في شكل نشاطات مختلفه، وحتى النشاطات المختلفه دي ليها التاثير على الفرد، وقد يكون ايجابي وقد يكون سلبي زي ما عكست أستاذة إيسار. وهي عملية مستمرة عشان تساعد الإنسان في التكيف في حياته الطبيعية. ده التعريف البسيط إذا حاولنا نمسكه كمصطلح يعني. فأنا فعلا حقيقة هي التربية ما عندها علاقة، لكن إحنا ركزنا أكثر على الـ على الـ على تربية الأطفال وعلى الـ على الـ المراحل الأولى احتمال بس كطبيعة، يعني على أساس إنها هي مسألة إيزي بعدين، يعني مسألة مهمة يعني بتخلي تكوين الشخصية، لأنه تكوين الشخصية في المراحل دي بيكون ده اللي بيحصل دائما في الطفولة. الحاجة الثانية طبعا اتكلمت عن الجندر روز في السودان وكيف أثرت، وكيف أثرت عليكم وعلينا إحنا كمجموعات الرجال والنساء في التربية. وأنا ما يعني في السودان إحنا بنقول إنه النساء، يعني بنصنف إنه النساء هم المظلومات، لكن في الحقيقة الرجال برضو تظلموا زي ما عكست أستاذ محمد، إنه لما أنت تحرم طفلك من إنه يكون يعتمد على نفسه في أبسط أشياء، يعني الأشياء، وإنه هو تسرفايف في حياته إنه يقدر. دي يا دكتورة طبعا ده ظلم ليه أكثر من إنه ظلم للمرأة نفسها. نعم دي واضحة جدا في مجتمعات السودانية في الخليج، يعني أيوة. واضحه جدا جدا جدا، يعني الاطفال بيكون عندهم سنس اوف انتايتلمنت، يعني استحقاق بانه أيوة. اي حاجه بتجي جاهزه. ايوه ايوه لما يجي السودان بيعاني معاناه كبيره جدا من انه تفيت مع اقرانه، مش لانه هو كعب، لكن لانه ده نمط التربيه اللي هو فيه قله من الاعتماديه على ذاته، يعني بيكون اعتماده دائما على الاباء في التربيه، مش كده؟ أكيد طبعاً. وبعدين بتأثر على المدى البعيد جداً في حياة الطرفين، في الارتباط الكوميتمنت وتوزيع الأدوار، لأنه حس الأمور ما مشت، الأسرة السودانية ما مشت بالصورة النمطية اللي كانت عليها
حتى الجيل السابق يعني احنا جيل امهاتنا احنا عايشين حسي تفاصيل بتاعت حياه مختلفه تماما عنه. فالمساله حسي بقت في انه يعني التفاصيل بتاعت الادوار بتاع ما بين الزوج والزوجه بقت مختلفه تماما. وبالتالي يعني لما يكون في الصوره النمطيه زي ما بتقول ايمان عن الشخصيه المراه الام دور معين والابو دور معين ويجي يعيشوا في مجتمعات مختلفه وبتكون في متطلبات مختلفه واصلا المراه دخول عنصر التعليم في المراه والعمل اثر على 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 الحته بتاعت النظره للذات تقييم الذات تقييم الذات اختلف الآن. يعني الوحدة بقى البنات بعد ما تعلموا وطلعوا شافوا سافروا وحضروا برا ومشوا وقابلوا ناس وعرفوا إنه إحنا الدور اللي بيقوم به الراجل اللي عمل له الامتياز ده اللي هو أكشلي في السودان معززين الراجل عشان الجانب الاقتصادي. زمان الأسرة اللي بتفرح بالولد لأنه شنو؟ لأنه الولد بيمثل الحماية وعشان الجانب الاقتصادي بشكل كبير جدا يعني. فهي المرأة لقت نفسها إنها هي أنا ممكن I can do the same يعني. ودي دي الحسي من المشاكل الأساسية يعني. وللأسف يعني نسبة الطلاقات والمشاكل والأشياء دي جاية من المسألة ذاتها في حتتين الجندر رولز دي والتقسيمات. فبقت المسألة يعني أدت لنتائج سلبية. الحاجة الثانية الممتازة جدا أنا أشكر أستاذ محمد إنه أشار ليها وأنا كنت سبحان الله كنت يعني لولا مشكلة الزمن كانت تكلمت عنها لما تكلمت عن أهمية التغيير في البنية الاجتماعية وإنه قلت إنه البنية الاجتماعية لما يكون فيها خلل ما بيحصل أي نوع من الـ من الـ من التطور الاقتصادي. ومن أهم الأشياء في البنية الاجتماعية الوحدة المجتمع والتماسك بتاع المجتمع. وزي ما قال أستاذ محمد تماسك المجتمع ده ما بيعني إنه المجتمع يكون كله بينتمي لثقافة واحدة، لكن ممكن يكون مجتمع زي مجتمعنا السوداني بينتمي عنده ثقافات مختلفة، لكن الثقافات المختلفة دي لابد إنها تتجانس ما تتطابق. ما عايزين ندخل المسيحيين الإسلام والمسيحيين ما يدخلون الإسلام، عرفت؟ الحتة دي أو غيرهم المسألة تجانس. عشان يحصل التجانس ده ما دي الحاجة اللي أنا بقول الحاجات كلها بتترابط مع بعض وعندها علاقة ليه بالتربية. لأنه قبول الآخر ده ما مسألة أنا بقدر استدركها بعد ذاك، ما بقدر استدركها بعد ما أكبر. ما لم تكون المسألة دي من البداية في النشأة في البيت أنا خلوني إني أتقبل الآخر وما شحنوني زي الفكرة بتاعت إنه ده كافر وده مسلم والنظرة الدونية للغير. أوكي؟ وبعدين زي ما قلت لك لما نتكلمت عن في المنهج مش الفلسفة التربوية عندنا اللي ركزت على التركيز على القيم وعلى الأهداف، لما نتكلمت عن الأهداف وما تكلمت عن الجانب الإنساني القيم الإنسانية. القيم الإنسانية دي حس التايتل الماشي في كل العالم المتحضر إنه القيم واحترام الإنسانية في حد ذاته. ودي بالمناسبة مسج إذا أخذتها من ناحية فلسفية very attractive لأي زول يعني عايز بحب والشعارات حس طبعا السلام والبيسفول والعالم الواحد. فهنا الحتة الحاجة اللي عايزة أقولها إنه لو ما الإنسان اتربى على الفهم بتاع إنه يعني يخضع كراماني في حتة مهمة جدا لازم أشير لها. بتذكر مرة كنت دار عزم واحد من الحقوقيين يعني مختص حقوق الإنسان لأنه يقدم ويبينار عن الشكل بتاع الدولة المأمول فيه في السودان بعد الثورة. فقال لي هو بكل أسف ما حصل الويبينار لكن إن شاء الله يحصل في المستقبل. قال إنه الدولة الحديثة يفترض إنها تكون دولة حقوق الإنسان وليس المواطنة. قال لي نحن لما نمشي لاجئين في أوروبا وفي أمريكا يتعاملوا معانا بحقوق الإنسان، ده بدينا الحق في إنه نندمج في المجتمع ونكون جزء منه ونأخذ الجنسيات بتاعتهم إلى آخره. ما المانع إنه في السودان يكون بلدنا مبنية على حقوق الإنسان وليس المواطنة؟
فالحته دي مهمه جدا الاشاره لها، لانه في كثير جدا من الناس بتلقاه بيتأفف وزهجان من المهاجرين. السودان دولة بتستقبل مهاجرين كتار جدا جدا، ولكن هو داير يمشي يندمج، يقول لك يا اخي اسمع تأشيرة كندا كيف، تأشيرة امريكا، وداير لي منحة، وهو داير يمشي يزوق بعد المنحة الى اخره، مش كده؟ فالحتة دي مهمة جدا جدا، ان الوعي بتاعنا يكون وعي حقوقي بحقوق الانسان كانسان مكرم من الله سبحانه وتعالى. وفي حتة برضو مهمة جدا اللي هي ببساطة شديدة، يعني احنا كمان ما عايزين نصور انه والله المجتمع الغربي ده هو الافراد اللي فيه افراد مثاليين يعني. والحاجه اللي حصلت حسي الفتره اللي فاتت دي في قضيه البلاك لايف ماتر عكست صوره هي موجوده الناس عارفينها، لكن صوره كانت واضحه جدا في انه ما زالت العنصريه موجوده في نفوس البعض. لكن اللي بيخلي شنو انه الصوره مشرقة في نظرنا القانون. يا جماعة القانون، إحنا ما حنقدر نمسك، ودي حاجة لأن إحنا بنتكلم حس عن 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 جيل يعني للأسف إحنا اللي تكلمنا عن السودان، إحنا عندنا مشاكل بتاعة طبقية عنصرية، حتى الطبقية في عندها علاقة بمشاكل الثروة، بمشاكل الدينية السياسية، الإثنيك جروبس، الدين، كل الملامح بتاعت الطبقية الموجودة دي عندنا موجودة في السودان للأسف، لأنه للظروف الاستراتيجية بتاعت السودان يعني. لكن شنو الحاجة المهمة في ظروف زي دي؟ القانون. لما يكون في قانون رادع، ومش قانون، لا ما قانون رادع، لما يكون في شعب ريسبكت القانون كقيمة، في إنه دل بيعمل الوحدة دي، دل ما بيخلق مشاكل. لانه هنا لما يكون في قانون قوي بحارب المساله بطريقه يعني هنا في ريسبكت للقانون. لانه انا لما اقوم زي ما قالت، وخلينا نربط الحاجات مع بعض استاذه إيسار كبير، لما تكلمت عن البيت الموجوده فيه رولز والمدرسه اللي فيها رولز، انا لما اقوم طفله واعيه جدا انه والله في رولز بالحياه دي، احنا ما عايشين فوضى ساي، الحاجه الانسان كائن اجتماعي اي، لكن وكائن أخلاقي في بعض الفلسفات، لكن الأخلاق في جزء منها البراكتكس بتاع الأخلاق مكتسب. التوعية الأشياء لازم تعلم، احترام القانون لازم يعلم من الأصل، وبتجي هنا بأنه يكون في رولز في حياتنا، بعد ذاك بيبقى إيزي للطفل أنه بعد ذاك يلتزم بالقانون وبالتالي يحترم الوحدة. وإحنا بالمناسبة برضو زي ما قال أستاذ محمد تكلمنا عن مسألة الانتماء، أنت لما يكون عندك انتماء صادق للبلد اللي أنت تنتمي لها، بيكون عندك أوتوماتيكلي رغبة في الوحدة. يعني أنا براود إني أنا مسلمة الحمد لله كويس، لكن ما عايزة أعمل لي إمبراطورية في أم درمان اللي أنا منها دي، لأنه أنا بحمل نفسي ناس أم درمان عندهم ثقافة معينة ودي المسلمين، أضيق المساحة تحتي. أنا برحب بكل الثقافات دي، لأني بحب السودان كويس، بحب السودان بكل التنوع الثقافي والنعمة اللي إحنا فيها من التنوع دي، الحس بقعد علينا صخط دي نعمة إحنا ما قادرين نقيمها حسي. لكن لما لو احنا بنكون بنفكر بالمنطقيه والعقلانيه، اللي انا كنت بتكلم انه علمنا اولادنا اننا نفكر، يا جماعه فكروا بعقلانيه ومنطقيه وفكروا في المصلحه العامه، انت يوجن اكسبت الشخص الثاني، يوجن اكسبت الثقافه الثانيه، لانه ببساطه لكم دينكم ولي دين، انا ما متضرره منك بشيء صح؟ نعم وانت ما متضرر مني بحاجه، لكن احنا لازم نصل لمرحله التناسق دي. ودي برضو انا ارجع واقول التربيه يا جماعه، التربيه علموا الاولاد انه الحاجات تتعقل كويس، نعم. المصلحه العامه، التضحيه، الاشياء دي كلها بتعلمها الاطفال وبتعلم في المدارس. والصوره يعني احنا فشلنا في السودان لانه صراحه المؤسسات التربويه ما حلت المشاكل دي. عملنا مؤتمرات هناك وهنا وصرفوا عليه، وبقى حوارات بيننا وحوارات بتاعت هناك، لكن وين المشاكل دي؟ لها كم سنة وقود من الزمان. لو كنا ركزنا في التربية
كان جانا جيل متسامح متقبل الآخر عنده انتماء حقيقي للبلد بيحترم القانون، كل السيوري اللي كنا بنقول فيه قبل ده كان حصل اوتوماتيكلي، كانت المشاكل وبيزوي. مدام انت عشت يا دكتور انور في اسيا، في اسيا 7 سنوات في كوريا. نعم في كوريا. الوضع كان في كوريا كيف في الفتره العشرينات؟ يوم اليابان حنفرد سيمينار كامل اليابان عن القصه. نعم. كانت معاناه شديده جدا من الطبقيه والفقر within two generation، لانهم ركزوا في مساله التعليم والتربيه الحسابات تغيرت تماما وبقت عليها اليابان الحسي انتم شايفين نادي. نعم طيب في سؤال داير اوديه لايسار اللي هو مرتبط بالاسره، كيف انا داير ولديكم متقبل للاخر وداير انه يكون ظريف يسمع كلام امه وابوه ويكون بيحترم القانون وكده، اذا كان انا ده بكون مقاطع اخوي وعندي شكله مع ولد عمي وبنبز ما اعرف منه وامي كذلك مقاطعة منه ومسوية، يعني القوانين اللي بحاول أن أعمل لها إنفوس في البيت هم شايفينها والأطفال أذكياء جدا وبيراقبوا يعني عارفين أنك أنت أصلا ما عندك قوانين ما عندك قيم أنت متمثلة عشان هم يعملوها. يسار بالضبط. عارف يا دكتور أنور النقطة دي مهمة شديد، لأنه بيحصل زي دبل مسج للطفل، أنت بتقول في حاجة وبتعمل في حاجة ثانية، وانت رضيت او ما رضيت الطفل حيعمل اللي هو شايفه ما هو سامعه، يعني سواء كان شايفه في البيت سواء كان شايفه في المدرسه سواء كان شايفه في المجتمع عموما، الطفل بيراقب بيطبق الحاجه الراقبه لاحظها وشايفها. شايفك انت ام بتكذبي على الناس حيطلع بيكذب، شايفك انت ام بتكوركي وعصبيه وبتنبزي. انا معلش بوجه دائما كلامي للامهات لانه دي اكثر الناس اللي بتعامل معاهم، لكن كأم او كأبو شايفكم بتكوركوا بتنبزوا يعني التعامل حقكم عنيف، هو حيبقى كده. فما حينفع انا اكون ام عنيفه واجي اكورك في طفلي واقول له ما تكورك في اخوك، ما ممكن اجي اضرب ولدي واجي اقول له ما تضرب اختك، يعني ده اسمه دبل مسج، والطفل حيعمل اللي انت بتعمليه، يعني انت بتضربيه عشان ما يضرب حيضرب، دي القاعده يعني حيمشي كده ما حيعمل شيء ثاني. فما انت عايز طفلك تربي فيه قيم معينه، راقب نفسك وانت طبق القيم دي اول، بعدين اطلب من زول ثاني يعملها، ما تطلب منه يعمل حاجه انت ذاتك ما قدرت تعملها. اذا انت ما قدرت ما تقاطع أهلك، إذا أنت ما قدرت ما تكون ألفاظك مسالمة معاهم، إذا أنت ما قدرت تكون حنين معاهم، إذا أنت ما قدرت تكون هادي، إذا ما أنت قدرت تكون مبادر، ما تطلب منهم حاجة زي كده. ومش بس كده، دائما برجع قبل برضو قلت إنه الحاجات برضو متعلقة بالمراحل بتاعت التطور بتاعت الطفل. عندنا في الثقافة السودانية حقتنا دائما كلمة لا بتتقال للطفل أكثر من أي كلمة ثانية، وإذا أنت أم أو أبو ما بتقولوا لطفلكم لا لما يعمل حاجة يبقى أنتوا ناس فاشلين، وتلقى المجتمع كله بينتقد فيك وأنت تضطر تمشي تبقي بتكوني بتقولي لا 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 لأطفالك، أو بتعاقبي فيهم كثير لأنه المجتمع ضغطك شديد. للأسف إحنا عندنا لحد تقريباً 6 سنوات كلمة لا تدمر شخصية الطفل، كلمة لا بتخلي بتجيب لنا إنسان بالغ غير مبادر، كلمة لا بتجيب لنا إنسان شاكي في نفسه وفي حوالينه، كلمة لا بتخلي الإنسان دائماً حاسس بالدونية. دي كلها في 6 سنوات الأولى اللي هي المجتمع بيخصبك تقولي لطفلك لا في حين أنت مفروض تقولي له لا، لأن الطفل في العمر ده أصلاً هو لما عمل السلوك ده ما فاهم إنه هو غلط. فدي برضو حتة يعني ممكن لو كان فعلًا وقتي أكثر كان ممكن أتكلم فيها كثير، لكن فعلًا إحنا مجتمعنا فيه تناقض، بيطلب من الزول حاجة في حين هم ما قادرين يعملوها. يعني ممكن تلقى زول عنده سلطة في حتة معينة، يقوم يبتدي يعنف الناس اللي تحته ويطلب منهم
عشان يطلب انه يتعاملوا بطريقه سلميه. كمون كيف كيف انت بتعنفني عشان اتعامل بسلميه؟ بنلقى الحاجات دي في حتات كثيره شديد. كيف زي ما تكلمنا مع دكتوره سايده المره فاتت في البحث بتاعها، كيف انت كاستاذ بتشاكلني وبتهزئني قدام الطلبه وبتحرجني وبتضربني عشان انا احترمك؟ انت ما احترمتني، انت ما بادرت بالاحترام، انت منتظر مني شنو؟ انا حراقب حامل. نفس الشيء انت كأم، نفس الشيء انت كأبو، كأسره كامله، كمجتمع، ما بينفع احنا نكون عندنا الدبل مسجز دي. عايز ناس يمشوا ومجتمع يمشي بقانون معين، انت في الاول طبق القانون ده، انت كلهم قدوه، ابقى انت القدوه وهم بعد ذاك بيطبقوه. بس لو سمحت اضيف حاجه. تفضل دكتوره نور. لو ممكن. بس هي طبعا القدوه هي الاساس يعني، لكن مرات احنا كبيرنت في حاجات فينا ما بنقدر نصلحها، ما بنقدر نعدلها. يعني مثلا اذا فعلا انا ذاتي قمت شايله العصبيه من بيتنا مثلا، حقوم بيها انا ذاتي نفس الحكايه يعني. كويس. وبتلقى نفسك كثير انه في عيوب كثيره في شخصيتك انت فاهمه تماما، فانا بشوف انه مثلا زول يفهم عيوبه هو شنو في البدايه. كويس. وايوه ويجتهد انه هو يربي نفسه زي ما قال استاذ محمد قبل شويه، انه احنا ذاتنا نربي نفسنا اول شيء، ونحاول نغير، نحاول نعدل في حاجات. في حاجات صعب حقيقي، صعب انها تتغير. ما عم نحاول نكون واقعيين في التربيه يعني، انا بعمل المسج هنا يعني. كويس. فمثلا انا بالنسبه لي في حاجات بكون عارفه نفسي اني انا اوت اوف كنترول، خلاص حاولت انا عملتها يعني، بذلت كل ما في وسعي اني انا اغيرها وما قدرت اغيرها، فبقيت اتعامل بشنو بالكوميونيكيشن معاهم بعد ذاك مثلا. يعني خلاص اولادي مثلا كبروا، انا تعصبت في الموقف ده وانا عارفه اني انا ما المفروض اتعصب. كويس. ممكن بعدها بمشي بعتذر انه انا عارفه انه انا اوفر رياكت مثلا، لاني مثلا كنت مرهقه او متوتره او الموضوع ده عندي منه حساسيه معينه. يعني ممكن يصل بين الحوار لدرجه انه انا اوريه مثلا اتكلم مع ولدي في الهيستوري بتاعي بتاع التربيه انا. كويس. ما خلاص بعد ده انا داير اوصل له انا ما عايزه يبقى زيي. كويس. لكن انا ما قدرت اغير الطبع ده فيني، انا هعمل شنو؟ انا هتناقش معه، انا هوريه انه انا اي اكنولج انه الحاجه دي عيب فيني، ومالك ده خلينا نعمل بلان نحاول انه احنا نغير الحاجه دي مع بعض. زي ما انت بنعمل بعدين يعني، بنعمل كده مرات حتى مثلا بنقول خلاص احنا الفتره دي هنحدد، انت عندك عاده سيئه لازم تبطلها وانا عندي عاده سيئه، خلينا مثلا الفتره دي يكون البروجكت حقنا والحاجه دي عشان تشجعهم يحسوا انه احنا وي شودن بي بيرفكت، ما في زول بيرفكت. كويس. يعني انا عصبيه وانت برضو ممكن تكون مثلا ما بتحب تعمل الحاجه الفلانيه او كسلانه وكذا في شيء معين، خلينا نجتهد نعمل لنفسنا خطه مثلا. وفي نفس الوقت انا وصلت مراحل مثلا اتكلمت مع ولدي بانه والله انا تربيت بطريقه معينه. كويس. والطريقه دي لما اجي مثلا الزول ما هو انت يو كان كنترول يور سيلف في الحاجات العاديه في الوضع الطبيعي بتقدر تعمل مثلا تقدر تشتغل بالكتب، ما احنا ذاتنا بنربي نفسنا كيف بيجينا مثلا، يعني تطور نفسك تنمي مهاراتك لهو بالمحاضرات بالسيمينارات بانك تقرا كتب. في مرحله نقطه معينه كده بتفلت منك ما بتقدر الكتب ما بتشتغل، فانت يو غانا لوست ات يعني. كويس. في الحاله دي ما عندك غير انه انت تاكنولوج الحاجه دي لاولادك ووريهم تعترف انه ده غلط، وانا عارف انه انا الاتيتيود حق كده غلط، فيا ريت لو انتوا ذاتكم تساعدوني احنا نساعد بعض عشان احنا نقدر نتعدى الحاجه. كويس. او حتى لو مثلا انا ما قدرت اعملها، انا حوريكم والله انه الحاجه دي انا مثلا حصل لي زمان موقف الفلاني والموقف ده خلاني انه انا الايشو ده بقى بالنسبه لي فيري سنسيتيف. كويس. نعم. طيب في افتراض هنا طبعا يا استاذ اماني انه يعني استاذ ايمان انه والله يا اخي في الزمن الكافي لانه انا اقعد مع الاطفال، خصوصا انه انا عندي 4 أطفال، انت عندك 3، ده عنده 5، يعني الام عندها زمن عشان تقعد تتناقش وبتاع، ما وكيت نصه في الحنه ونصه في بيكمنو ونصه في ما اعرف الى اخره. الديستراكشنز والمجامله المجبور عليها عشان تكون فرد من افراد المجتمع السوداني الفاعلين، ما بيتهموك بانك انت زول سيء وكده، تجامل تمشي بيت الفكه حتى مع الكورونا في احلق الاوقات والى اخره.
ففي افتراض هنا. انا اعتقد انه الجزء بتاعنا ده كان تاسيسي بس للسلسله زي ما تفضلت استاذه ايثار، والزمن بتاعنا فات ساعتين وشويه، في مواضيع كثيره، في انا شخصيا كابو بقرا كثير جدا في مواضيع التربيه والى اخره، زي ما تفضلتي انت في حاجات الزول بيكون تو ليت، ما عندك طريقه، ما ممكن ترجع طفلك عمره 12 سنه ترجعه ثاني 6 سنوات عشان تعمل فيه التجربه الظريفه الممتازه دي، ناس المارشميلو والى اخره والى اخره. فنحن حنقف هنا في الجزء الاول من السلسله عشان الزمن، ويبقى حاجه زي ما بقول واتشابل للناس اللي حيجي يحضروها بعدها. داير اعمل شير للسكرين لنوري مركز آمنة للناس اللي ما عارفينه، السلسلة دي بالتعاون ما بين الباحثين السودانيين ومركز آمنة للتربية ومركز آمنة للأسرة. دعنا نشكر دكتورة أماني، أستاذة إيمان، وافتقدنا كثير دكتورة تماضر في الجلسة. مشكور جدا أستاذ محمد جوار الدين على المشاركة القيمة، وبكرة إن شاء الله حيكون. فندي الكلوزينج ثوت لأستاذة إيثار ونختم كده الجلسة. إيثار. طيب شكرا لكم شديد أول حاجة للمجموعة، مجموعة الباحثين السودانيين، للفرصة دي وللتعاون مع مركز آمنة. شكرا أستاذ محمد جمال للمداخلة الجميلة وللسيف الحلو الجميل البيوردة. شكرا أستاذة إيمان، شكرا دكتورة أماني، ويا ريت لو كانت دكتورة تماضل معنا. شكرا دكتور أنور على الفرصة الجميلة وعلى زي ما قلت التعاون الجميل، وبإذن الله السلسلة هتكون مستمرة، وبتمنى إنها تكون نقدر نقدم مواضيع مختلفة ومواضيع مهمة ومفيدة لكل الأسر. ممكن أقترح لكم العنوان الجاي طوالي اللي هو أعتقد إنه إحنا بنتكلم بس على التربية الجاية الناتجة أصلا من التقاء زوج وزوجة أو محبوبين قرروا إنهم يتزوجوا، بالتالي كونوا أسرة، وبالتالي يجيبوا أطفال ودارين ربوهم. الاختيار ده ذات، واختيار الزوج والزوجة ده زي ما قال واحد من أخواننا أصحاب الخيال إنه سبب الطلاقات الكثيرة دي أهل الزواجات الكثيرة ذاتها. فأعتقد إنه ممكن ده يكون عنوان للحلقة الجاية على أساس إنه نقدر يعني نمشي لقدام. شاكر لك جدا أستاذ إيثار، أستاذ إيمان، أستاذ محمد جوال الدين، ودكتور أماني. لحد ما نلتقي إن شاء الله في الجلسة الجاية، سلسلة الثانية، الحلقة الثانية من السلسلة. نستودعكم الله وشاكرين لكم يعني وجودكم هنا. أي أسئلة موجودة في الفيسبوك أو موجودة هنا داخل الزوم هتتلمى وإن شاء الله تجاوب في بداية الحلقة الثانية من السلسلة. شكرا جزيلا لكم. بإذن الله. السلام عليكم.